ثانية واحدة. ايوه السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعم الشير سكرين. تمام كده بدأ اهو. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في المحاضرة الثالثة الأخيرة من الورك شوب. المحاضرة مش هتكون طويلة إن شاء الله. أبدأ بنبدأ. إحنا كنا قلنا المرة اللي فاتت إن كان في مشكلة عندنا في الكيرفز بتاعة الفلور اللوب الكيرف لوب. فأول حاجة هنبدأ نشوف الحل بتاعها، وقبل ما أبدأ أشوف الحل بتاعها هشوف لو في حد فكر في حل يدخل معايا يقول لي. وبعد كده هنتكلم عن شوية تحسينات عملتها في البلوجن، كيف الشكل بتاع البلوجن عشان الشكل بتاع البلوجن يبقى لحد ما كامل يعني. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها اكسترنال ابلكيشن، وهنعرف ازاي اليوزر انترفيس بتاع ريفت بيتكون من ايه، وازاي ان انا اقدر اعمل كاستمايزيشن لليوزر انترفيس، وان انا اخلي البلوجن يوزر فريندلي بحيث ان انا لما اديه لحد او شغاله عنده يبان اكنه بلوجن فعلا جاي مثلا من حاجه. لو انت عايز تعمل حاجه بعد كده كوميرشال او حتى لو فري براحتك يعني. بعد كده اتعرف عن المسار لو حد عايز يبدا يذاكر ريفت دي بي اي من الاول خالص، او ايه الحاجات اللي ممكن الفرص اللي هو ممكن يستخدمها، هدي بعض الامثله ليها، وايه الخطوات اللي بعد كده لو انا خلاص اوريدي انا واقف على ارض صلبه وبدات كويس في الموضوع وعايز اكمل، ايه اللي انا ممكن اشتغل عليه او هشتغل على السكيل. طيب احنا كان عندنا مشكله بتاعت الكيرفز، كان عندنا مشكله في حاجتين. اول مشكله كان عندي مشكله في ايه؟ في الاوردرنج بتاعت الكيرفز، يعني لو كان الكيرفز بتاعتي مش مترتبه فكان بيحصل مشكله، فهنحلها بحاجه اسمها سورتنج الجوريزم. طيب الحاجه الثانيه كان عندنا مشكله في الدايركشن، لو الدايركشن بتاعت الكيرفز برده مش مظبطه، يعني لو كان في كيرف المفروض الستارت بوينت بتاع الكيرف اللي بعده يبقى هو نفس الاند بوينت بتاع الكيرف اللي انا واقف عنده، فلو ده ما كانش حاصل فهيحصل مشكله برده، مش هيقرا الكيرفات بشكل صح او مش عارف ان هو يعمل كيرف ليه. ان احنا من شروط الكيرف لوب ان يكون الكيرفات متصله مع بعضها كونتينوس وفي نفس الاتجاه. فهنحلها بايه؟ هنعمل برضه فانكشن او ميثود بتعمل ريفرسنج للستارت والاند بوينت بتاعت الكيرف، يعني هو لو شاف ان الكيرف ده معكوس يبدا يبدل الستارت والاند بوينت بتاعته. طيب انا قبل بس ما يعني ما نبدا نشوف الكلام ده، ما اعرفش هل في حد فكر في حل من الحاجات دي المره اللي فاتت. لو في ممكن مثلا ناخد دقيقه كده يدخل معانا بالمايك او حتى على الشات او حاجه، لو حد فكر في حل في الموضوع ده. احنا قلنا على طريقه الحل المره اللي فاتت بس ما قلناش ككود، يعني لو في حد فكر في حاجه حتى لو مش كود يعني كطريقه حل بس حتى ممكن يدخل معانا يقول لي. لو في أي حد يا جماعة عايز يشارك ممكن يعمل ريز هاند. طب خلاص مفيش مشكلة هنعدي النقطة دي. وكان الفكرة بس ان انا اشوف في حد حاول ان هو يشوف حل للموضوع. انا كنت اديت انديكيشن المرة اللي فاتت ان هو ممكن حد يسيرش على جوجل على حاجة اسمها صورة الالجوريزم ويكتب جنبها مثلا ديفيد اي باي، هو لو كتب كده هيجي له بعض الحاجات اللي هو ممكن من خلالها يبدأ يوصل طريقة الحل يشوف عامل ازاي، مش لازم كان يطبقها بالكود بس كان هيفهم ايه اللي ممكن يعمله. هو عامة هنشوفها دلوقتي بالكود مع بعض بشكل سريع ان شاء الله. طيب قبل برضه ما ندخل نشوف اللي احنا عملناه في موضوع الكيرفز ده او الايشوز اللي كانت موجوده فيها، عملت بعض تحسينات في البلوجن كيوزر انترفيس كالشكل بتاعه. دي حاجه مالهاش علاقه بريفت باي، هي حاجه تبع ديسكتوب ابلكيشنز. كان في حد المره اللي فاتت اتكلم وقال هل ممكن ان انا اخد يوزر انبوت من اليوزر
يعني لو جينا نعمل الفلور، احنا كل مره كنا نعمل كليت فلور، لما كان بيعمل كليت فلور كان بيشتغل على مثلا حاجه محدده انت مديها له، وليكن مثلا اللي هي 300 مللي. فلما كان بيعمل 300 مللي دي، ده خلاص هي حاجه ثابته ستاتيك. طبعا انا لو عايز اليوزر هو اللي يختار نوع الفلور اللي هيرسم بيه او هيعمل او هيكريت بيه الفلور، هل ممكن اعمل حاجه زي كده؟ كان في حد سال السؤال وقلت له ممكن استخدم ويندوز فورمز او استخدم الدبليو بي اف اللي هو الويندوز برزنتيشن فاونديشن، دي اللي مايكروسوفت عاملاها عشان تعمل بيها ديسكتوب ابلكيشن. وكنا ممكن نستخدم نعمل زي يعني كومبينيشن كده ما بين الريفت باي وما بين الدبليو بي اف. فده انا عملته بالفعل حاجه صغيره بس يعني هنعدي عليها، هو مش ده مجال الورك شوب يعني، بس اوضح لك ان ده ممكن يحصل، انت ممكن تاخد انبوت من اليوزر من خلال زواجه تطبيقيه. فانا طبقت على كده بان انا عملت دبليو اف ويندو او نافذه دبليو اف، يعني عباره عن انت بتختار منها الفلور تايب. هو بيعمل ايه؟ هنشوفها برضه في كود مع بعض. بيروح بيعمل كولكت زي فلتر ايدم انمنت كولكتور زي ما قلنا قبل كده، بيعمل كولكت بيجيب كل الفلور تايبس اللي موجوده في الموديل، وبناء عليها بيظهرها في ليست. بعد ما يظهرها في ليست انت ممكن بقى تختارها، تختار واحده منها. ده بدل ما كنت تكتب، تروح تكتب الحاجه بالكود بايدك، تقول مثلا عايز 300 مللي، كان ممكن يبرز في خطا مثلا كتبت حاجه 300 مللي مثلا لازق بعضها، لو انت عملت مسافه ما بينهم هتلاقي مثلا الكود مش صح، لازم يبقى نفس اسم الفلور بالظبط. فده طبعا بيفادي الاخطاء دي كلها. والحاجه الثانيه ان هو طبعا كيوزر فريندلي احسن بكتير، ان هو اليوزر يختار الحاجه اللي هو عايز يستخدمها، ما يبقاش مجبر على حاجه معينه. طيب الحاجه الثانيه برضو مش تبع الورك شوب بس انا حبيت اقولها عشان لو حب هنتكلم عليها بعد كده في اخر المحاضره في نيكست ستيبس، ان انت لما تيجي تعمل دبليو اف في الطريقه العاديه الناس بتشتغل عليها اللي هي مش احسن حاجه، وفي طريقه بتستخدم حاجه اسمها الام في بي ام باترن هنتكلم عليها كمان شويه برضو. ده بيحسن، هو ممكن يبقى بيطول الشغل شويه وبيصعب الموضوع شويه لحد ما لو انت في الاول، بس بعد كده هتلاقي الموضوع اسهل لو انت حبيت تعمل تعديل. زي فكره بالظبط الناس لما بتيجي تتكلم على البيم وعلى الكاد بتقول لك ان الكاد اسهل، البيم ممكن يكون اصعب، في تفاصيل كتير في الكلام ده كله، بس في الاخر هتتعب في الاول في الموديل، وبعد كده لو حبيت تعمل كاستمايزيشن او ايتنج اي حاجه هتلاقي الموضوع سهل. لو جيت تعدل في سيكشن هيتعدل في كل الفيوز، لو جيت تعدل في فيو هيتعدل في كل السيكشن الثاني. عكس الكاد انت بتبقى فرحان انت بتخلص بسرعه، بس في الاخر لما بتيجي تعدل في حاجه هو مفيش تواصل ما بين الحاجات وبعضها، هي يعني مجرد رسومات، بتروح تعدل في كل الفيوز انت بايدك. نفس الفكره هنا الام في ام بالظبط، هي نفس الفكره ما بين الكاد وما بين البيم. الام في ام انت لما بتيجي تشتغل بيها بتنظم لك الشغل بطريقه معينه بحيث ان انت تقلل الاخطاء وتخلي الحاجه دي ممكن تستخدمها بعد كده في بلوجن تاني. انت الحاجه اللي هتعملها النهارده مثلا كويندو او كشكل او الكلام ده كله مش شرط ان انت تبقى على قد البلوجن ده بس، لا ممكن تستعيد استخدامها تبقى ريوزابل يعني في بلوجنز تاني. طيب خلينا نشوف مع بعض الكود بتاع الكيرفز او الحل بتاع مشكله الكيرف، وده اليو اي اللي انا عملته اللي هو ممكن تختار منه شكل الفلور تايب. وزي ما تشوف شايف كده بالظبط، هوريها لكم برضه دلوقتي بالريفت، انت ممكن تختار نوع الفلور، بيجيب لك جميع انواع الفلورز الموجوده في الموديل. صوت الشباب موجود صح كده ولا المشكله مش عامه؟ لا الصوت تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. طيب خلينا نشوف مع بعض كده الكود اللي احنا عملناه قبل ما نروح على الليفت. ده الملف اللي كنا شغالين عليه، كان عباره عن ايه؟ الملف ده كان عباره عن ان احنا عاملين الاكسترنال كوماند اللي هو كان اسمه كريت فلور فروم مولز، ده اللي هو كان ده اللي احنا شغالين المره اللي فاتت عملناه مع بعض وكان كله تمام. كان عندي مشكله صغيره بس اللي هي ايه؟ ان انا لما كنت باجي ابعت الكيرف لوب اللي هو ده، دي كانت المشكله في الحته دي، كنت ببعت له الوول كيرفز اللي هي الكيرفات بتاعت الوول الاصليه والاوفسيتس وخلاص. فلو هي مظبوطه هيبقى الدنيا تمام، لو هي مش مظبوطه هيضرب او مش هيضرب ايرور، يعني هيضرب لك هيضرب ايرور بالفعل ان في مشكله في الكيرف لوب او في الكونتينيوتي بتاعت الكيرفز مع بعضها. فاحنا السطر ده عايزين نعدل فيه حاجه او عايزين نحل المشكله بتاعته. احنا عايزين نفس الفانكشن دي كلها ونفس اللي احنا عملناه كله هو بالظبط، بس الفكره ان انا لما اجي ابعت له الكيرفز عشان يعمل اوفست ويعمل كيرف لوب، الحاجات هتدخل هنا في الميثود اللي هتتبعت دي تكون مظبوطه. فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج قبل ما ابدا اعمل كريت الفرور او الكيرف لوب، محتاج ان انا اظبط الكيرفز بتاعتي اللي لسه اللي فيها الكيرف اخليها كونتيجوس، وبعد كده خلاص هيكمل الكود عادي خالص، يكمل يرسم الفلور يختار نوع الفلور الكلام ده كله مفيش مشكله.
طيب عشان نحل المشكله دي عملنا ايه؟ خلينا نشوف عملنا ايه. انا عملت كلاس تاني خالص هو نفسه بالظبط، بس فرق ان انا سميته بدل ما هو كرييت فلور فروم وولز بتاع المره اللي فاتت، عملت كلاس سميته كرييت فلور فروم وولز كونتيجوس، اشاره الى ان يعني ده الكلاس اللي فيه حل مشكله الكونتيجوس بتاعت الكيرف. طيب فاحنا المفروض ناخد الكود ده كوبي ونحطه هناك ونعدل الجزء بتاع المسج. طيب بس انا استخدمت دبليو اف او استخدمت واجهه تطبيقيه عشان يبقى فيه يختار منها النوع البلاطه، لحد يبقى فيه اختلاف شويه مش هنتكلم عليه بالتفصيل ان مش موضوعنا الورك شوب، بس في الحاله دي انت الكود بتاعك بيبقى عباره عن مش عباره عن الكلام ده، انت في الحاله دي بتخليه يفتح ويندو، يفتح الويندو عشان اليوزر يختار منها نوع الفلور، ولما يختار نوع الفلور ويدوس على سيلكت وول يروح بقى ينادي على الفانكشن اللي بتعمل الكلام ده كله. فاختصارا للكلام المفروض هو عملنا حاجه اسمها ريفت بيز. الريفت بيز ده في اليو اي دوكمنت والدوكمنت والحاجات اللي ممكن نستخدمها. احنا كنا بنستخدم ايه؟ كنا بنستخدم المسج اللي هي اليوزر كان لو عايزين نبعت مسج لو في ايرور، كنا بنعمل ريتن الريزلت اللي هي كانت يا اما سكسيدد يا اما فيلد يا اما كانسل يا اما الدوكمنت واليو اي دوكمنت اللي كنا بنستخدمه. اللي انا فيه ده اسمه الموديل، احنا قلنا ام في في ام اللي هو اختصارا موديل فيو فيو موديل. فانا عندي ثلاث حاجات، حاجه اسمها موديل، حاجه اسمها فيو موديل، حاجه اسمها فيو. طيب هو طبعا مش موضوع الورك شوب، موضوع ده ممكن تاخد فيه اصلا محاضرات كتير جدا لوحدها مالهاش علاقه بريفت باي، بس انا بفهمكم بسرعه التركيبه بتاعت الام في ام عامله ازاي. فده كده الموديل، الحاجات اللي ممكن تستخدمها في الريفت. طيب بعد كده عندي الفيو موديل نفسه. الفيو موديل ده الحاجه اللي بتتحكم في الفيو اللي فيها الفانكشنز او الميثود اللي انا ممكن استخدمها، زي فكره بالظبط ان انا عايز استخدم الكريت فلور او الكلام ده كله. هو بيفتح الفيو موديل وبيفتح الويندو وبيستخدم الليفت بيز والتو اي دوكمنت والدوكمنت والريزلت الكلام ده كله. طيب خلينا نروح على الفيو موديل اللي فيه الفانكشن اللي احنا عايزين نستخدمها. مش مشكله الكلام ده كله، اهم حاجه عندنا ايه؟ اللي هي الميثود بتاعت سيلكت وول اند كريت فلور. دي بالنسبه لنا بقت هي الفانكشن اللي بتعمل الشغل اللي كانت بتعمله كريت فلور في المول. هي نفس الكلام اللي هتلاقيه هنا ده هو نفس الكلام اللي هتلاقيه في الفانكشن ده. بنجيب الليست على الكيرف، بنجيب الليفل اي ديز، بنجيب الاوفسيتس، وبعد كده بنجيب الوول وبنعمل لوب عليها والكلام ده كله. هيفرق عندنا بس ايه؟ احنا قلنا اللي هيفرق عندنا ان احنا بدل ما كنا هنبعت كرييت فاي اوفست كنا هنبعت الاوريجينال كيرف والاوريجينال اوفست، لا احنا الاوريجينال كيرفز دي والاوريجينال اوفست هنعمل عليهم بعض التعديلات عشان نظبطهم ونخليهم لو في مشكله فيهم في الاوردرنج او الدايركشن، وبعد ما نعمل تعديلات هنبعتهم. طيب المفروض بعد ما نيجي نبعتهم هيكون بقى عندي حاجه اسمها كونتيجوس كيرفز، يعني الكيرف بعد ما تعدلت فيها المشكله كونتيجوس اوفست. طيب انا ليه بحتاج كونتيجوس اوفست؟ مش انا اللي محتاجه الكيرفز بس؟ وانا محتاج الكيرفز بس انا بعمل الاوفست ليه برضه؟ لان احنا لما نيجي مثلا وليكن انا عندي مشكله في الترتيب، يعني انا جيت مثلا عندي الكيرف رقم واحد والكيرف الثاني والثالث، عندي في مشكله الثاني والثالث متبادلين مع بعض. طيب وانا لما كنت باجي اسجل الاوفست بتاعت الوول كنت بسجل، يعني بسجل الاوفست بتاع الوول وبسجل بعد كده الكيرف، فانا كل كيرف مرتبط بالاوفست في المكان الثاني، فلو انا عدلت مكان كيرف لازم اعدل قيمه الاوفست بتاع ده مع ده، فعشان كده لازم نعدل برضو الاوفست. طيب يبقى احنا كل الفكره ايه؟ ان انا عملت فانكشن اسمها جيت كونتيجوس كيرفز ويز اوفست. الفانكشن دي بتاخد الكيرفات والاوفست الاولانيه الاوريجينال بتخليهم كونتيجوس، وبعد كده بترجع لي الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض انا ببدا استخدمهم اللي هو كونتيجوس كيرفز والكونتيجوس اوفست، بستخدمهم بعد كده عادي في بقيه الميزو زي ما هي. يبقى الفكره بس في الجزء ده. طيب الجزء ده عباره عن ايه؟ طيب الجزء ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا هنعمل حاجه اسمها كيرف هيلبر. الكيرف هيلبر ده احنا المره اللي فاتت كنا عملنا فولدر اسمه ريفت هيلبر، قلنا هنستخدم فيه اي حاجه مساعده تساعدنا في حل مشكلات اللي عندنا. فعملنا حاجه اسمها وول سيلكشن فلتر المره اللي فاتت الناس اللي حضرت المره اللي فاتت، فضفنا عليها النهارده ريفت بيز وشفناها من شويه، فاضل كيرف الكيرف هيلبر. الكيرف هيلبر ده انا عملت فيه كل الميثودز اللي ممكن تساعدني في حل مشكله الكيرف، وبعد كده انا كل اللي بعمله ان انا بروح انادي على كيرف هيلبر دوت واختار الميثود اللي انا عايز استخدمه. يبقى الميثود دي المفروض ان هي بتاخد الاوريجينال كيرفز والاوريجينال اوفست وبترجع لي الكونتيجوس كيرفز والكونتيجوس اوفست. يبقى احنا كده عرفنا الميثود بتعمل ايه. طيب تعال نشوف بقى الميثود نفسها دي عباره عن ايه. نقفل الفيو موديل خلاص. هنلاقي في حاجه اسمها الكيرف هيلبر. طيب الكيرف هيلبر ده دي الميثود اللي احنا بننادي عليها اللي هي الجيت كونتيجوس كيرفز اوفست، اللي هي بتاخد الاوريجينال كيرفز
وبتاخد الاوريجينال اوفست وترجع لي حاجه اسمها تول. التول دي يعني حاجه شايله الاثنين مع بعض، بتشايله الكونتيجوس كيرفز والكونتيجوس اوفست بعد ما حصل لهم تعديل او بعد ما حلت المشكله بتاعتهم. طيب بس انا عشان ابدا استخدم الفانكشن دي محتاج ان انا اظبط بعض الحاجات قبل ما استخدمها. فانا ظبطت شويه حاجات ليها ايه. اول حاجه الريفت الوحدات بتاعته بتعامل بالفيت، يعني انت لو انت بتشتغل ريفت بي اي دايما هو بيعتبر الوحده، لو انت ما قلتلوش الوحده نوعها ايه بيعتبرها فيت. فانا هعتبر ان هي انها شغاله على وحده الفيت، فالوحده الفيت فانا بالنسبه لي الانش هي عباره عن ايه، الوحده خاص هي الفيت، فواحد على 12 يدينا الانش. طيب انا بعد كده عند حاجه اسمها تولرنس هنيجي بعد كده نستخدمها، هقولها عباره عن ايه، نعديها دلوقتي. طيب ايه الميثود اللي عندي؟ اول حاجه انا عايز اتشيك الاول ان الكيرف اللي داخل ده هو كيرف فعلا اقدر استخدمه. طيب ايه اللي يخليني اقول ده كيرف ولا مش كيرف؟ حاجه من اتنين، يا اما الكيرف ده لاين يا اما الكيرف ده ارك، الوول الحيطه يا اما هتبقى لاين يا اما ارك. فانا هتشيك لو لاين او ارك يبقى تمام، لان ممكن لو لاين او لو مش لاين ولا ارك يبقى في مشكله في الكيرف، يكون كيرف من نوع حاجه ثانيه وبالتالي هيحصل مشكله. فانا عايز قبل ما ادخل على الفانكشن دي اكون ظبطت بقيه الحاجات دي، اتاكد ان الدنيا مظبوطه. يبقى اول حاجه عملنا فانكشن اسمها السبورت، بتشيك هل الكيرف ده سبورت معانا ولا لا. فبيرتن ايه؟ لو الكيرف از لاين او الكيرف از ارك، لو حاجه منهم يبقى كده هيرجع ترو، يبقى كده سبورت. لو حاجه منهم لو الاثنين فولس يبقى هيرجع فولس، يبقى مش سبورت. طيب ثاني حاجه احنا قلنا ان مشكله الدايركشن حلها ان احنا هنعكس الستارت والاند بوينت. لو انا عندي الكيرف محتاج ان تعدل الستارت والاند بوينت بتاعته او يعكس الدايركشن، يبقى انا المفروض اعمل فانكشن اسمها كرييت ريفرسد كيرف، بيجيب الكيرف او بياخد الكيرف الاوريجينال وبيرجع لي كيرف ريفرسد، يعني الستارت هو الاند والاند هو الستارت. يبقى انا وظيفه الفانكشن دي هتبدل الستارت والاند ما بين بعضهم. فالفانكشن دي اول حاجه نبدا نستخدم الفانكشن اللي احنا عملناها، لقيتها ايه؟ قلنا بتشيك الاول هو كيرف ولا مش كيرف. فالاول هنبعت له الكيرف الاوريجينال ده، لو هو مش سبورتد العلامه دي معناها نوت، يعني لو هو مش سبورتد اضرب ايرور. انا عايز اضرب ايرور عشان يعرف ان في مشكله. طيب لو هو سبورت خلاص يبقى خلاص كده خرجنا من الاف دي، ما فيش مشكله. في الحاله دي انا عندي حاجه من اتنين، يا اما الكيرف ده طالما هو سبورتد يا اما هيبقى لاين يا اما هيبقى ارك. طيب لو لاين كل اللي انا هعمله ان انا هبدل الستارت بالاند. طيب انا البوينت اصلا عندي او الكيرف عباره، لو لاين عباره عن نقطتين ستارت بوينت وانت بوينت. عندي ميثود اللي تبع ريفت بي اي مش انا اللي عاملها اسمها ايه؟ جيت اند بوينت. دي بتجيب، دي مش معناها الاند بوينت مش معناها نقطه نهايه بس، لا هي معناها النقطه بشكل عام. هتجيب البوينت يا اما الستارت يا اما الاند، هو حتى كاتب لك اهو ريتيرن 3 دي بوينت اوف ذا ستارت اور اند اوف كيرف. فانا قلت له اند بوينت، انا عندي الكيرف بيتكون من نقطتين رئيسيتين الستارت والاند. الستارت ادوس صفر يبقى كده بيجيب الستارت، لو دوست واحد كده هيجيب الاند بوينت. فانا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب الاند بوينت وبعد كده اجيب الستارت عشان يعمل كيرف بالعكس، يخلي الاند بوينت هي الستارت والستارت الاند بوينت. يبقى انا الستارت بالنسبه لي هتكون رقم واحد اللي هي الاند بوينت اصلا بتاعت الكيرف اللي انا واقف عنده، والاند هتكون رقم زيرو اللي هي الستارت بتاع الكيرف اللي انا واقف عنده. يبقى كده هيعكس. يبقى احنا هنرجع ايه؟ هنرجع لاين دوت كريب باوند، هي هيعمل لاين جريد الستارت بتاعته. لو احنا وقفنا على الكريب باوند دي هتلاقيه بيقول لك ايه؟ ياخد الاند بوينت واحد الاند بوينت اثنين، يعني هياخد الستارت والاند. الستارت بالنسبه لي هو الاند بتاع الكيرف اللي انا واقف عنده عشان هنعكس، والاند بالنسبه لي هي الستارت بتاعت الكيرف، يبقى واحد وصفر. طيب كده تمام. طيب لو ما كانش لاين، لو كان ارك، لو كان ارك في الحاله دي برضه هناخد الاند بوينت واحد اللي هي الاند وناخد الستارت اللي هي الزيرو، مفيش مشكله. بس عشان يرسم الارك، هو الارك مش بيتكون من ستارت واند بس، هو في نقطه لازم تبقى على الكيرف تقول له هي فين عشان يعرف يرسم الارك. فليكن مثلا هناخد وليكن عند نص الكيرف، عشان عند نص الكيرف في ميثود اسمها ايفالويت، دي بترجع نقطه او بترجع النقط على امتداد الارك. فانا قلت له عند النص، يعني هيرسم الارك بناء على الستارت بوينت مع الاند بناء عند نص الكيرف، كده يقدر يرسم الارك، انه ما يقدرش يرسم الارك نقطتين بس. طيب لو ولا سبورتد ولا ارك ولا الكلام ده كله، يبقى في مشكله في الكيرف اللي داخل اصلا، برضه هخليه يضرب ايرور. ده كده برضه احتياطي عشان لو حصل حاجه. يبقى كده عرفنا على السبورتد وعرفنا على كريت ريفرسد كيرف. طيب عندي بعد كده ميثود اسمها سواب. كان في حد اتكلم المره اللي فاتت قال هنحل مشكله الاوردرنج بالسواب، ودي دي حاجه صحيحه. سورتنج الجوريزم، وان انت عندك في حاجه السواب او تبدل ما بين الحاجتين. طب هنبدل ما بين الحاجتين ازاي؟
انا ابعت له لسته، وليكن مثلا لسته الكيرف، انا عندي الكيرف الاولاني والكيرف الثاني، انا عايز ابدل المكان بتاع الاولاني والمكان بتاع الثاني، فانا هعمل ايه؟ انا عندي الكيرف وليكن رقم واحد والكيرف رقم اثنين، عايزين نبدل اماكنهم، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل حاجه مؤقته تم، يعني زي مخزن مؤقت اسجل فيه الكيرف الاولاني، يبقى المخزن ده واخد الكيرف الاولاني. طيب وبعد كده الكيرف الاولاني خد، يبقى الكيرف الاولاني بقى هو عباره عن كيرف التاني، وبعد كده ارجع اقول له الكيرف الاولاني ده او الكيرف التاني معلش اللي فاضل بيساوي المخزن اللي هو شايل فيه الكيرف الاولاني. طيب ايه فائده المخزن؟ ان انا ما اقدرش ان انا اقول له كده، ما اقدرش ان انا اقول له كده، ان لو احنا جينا حبينا نعمل الحركه دي ده غلط. ليه؟ لو حبينا نقول ليست اثنين، انا كده بقول له ليست اولاني بيساوي ليست، يعني الكيرف الاولاني بيساوي الكيرف الثاني، خلاص يبقى الكيرف الثاني اصلا ما هو عباره عن الكيرف الاولاني. لو انا كده قلت له بعد كده الكيرف الثاني بيساوي الاولاني، طب ما هو الاولاني اصلا هو واخد الثاني، يبقى انا كده بساوي ده بده بنفسه، فكده هيبقى عندي فيه مشكله، لازم ان انا اخد حاجه اخزنها مؤقت وبعد كده ارجعها ثاني. فبنعمل مخزن مؤقت ده، بعد كده بنعمل تبديل للكيرفات. طيب عندي ميثود ثانيه اسمها سب اند ريفرس. لو انا عندي المشكله في الدايركشن والاوردرنج مع بعض، انا المفروض في ثلاث مشاكل، يا اما اوردرنج بس، يا اما دايركشن بس، يا اما دايركشن واوردرنج. لو حد فاكر اخر المحاضره اللي فاتت كان في ثلاث مشاكل دول. فالميثود دي هي نفسها الميثود بتاعت السواب، بس في نفس الوقت بتعمل ريفرس، فهي بتعمل برضو المخزن وبتعمل الكيرفين مع بعض وتبدلهم، بس في نفس الوقت بتعمل ريفرس للكيرف الثاني. يبقى كده بتحل مشكله الاوردرنج والدايركشن في نفس الوقت. طيب فاضل بعد كده الميثود نفسها الرئيسيه بقى، اللي هي تعمل سورتنج وتحل المشكله بتاعت الايشو بتاعت الكيرفز كونتيجوتي. طيب فانا المفروض ان انا اعمل ايه؟ انا هنادي على الجيت كونتيجوس كيرفز دي تاخد الاوريجينال كيرف والاوريجينال اوفست، هتعمل نيو كيرفز لسته جديده عشان تسجل فيها الكيرفات بعد ما هنعدل فيها، وبرده هيعمل لسته ثانيه عباره عن نيو اوفست، بتاخد الكيرف الاولاني، تاخد الاوفست الليست الاولانيه، وبعد كده نعدل فيهم، اروح ابعتهم الميثود اللي اسمها سورت كيرفز اوفست كونتيجوس، هتاخد النيو كيرفز والنيو اوفست وترجع لي او تعدل لي التوزيع بتاعت الكيرفات والتوزيع بتاع الاوفست، وبعد كده برجعهم للفانكشن الثانيه اللي انا كنت بستخدمها في الفيو موديل. طيب تعالى نشوف بقى كده الميثود الرئيسيه اللي احنا عايزين نشوفها، اللي هي عباره عن اللي بتحل المشاكل بتاعت السورتنج ودايركشن. طيب اول حاجه بقول له ان ده عباره عن عدد الكيرفات، ولكن مثلا اربع كيرفات، لو قلنا ان احنا الفلور هتبقى من اربع حيطان ولكن الفلور صغير مربعه، يبقى اقل حاجه اربع حوائط، يبقى ليكن مثلا ان دي باربعه. طيب انا هلف على كل الكيرفز اللي عندي، ابدا الف من اول كيرف لحد الكيرف اللي قبل الاخير. ليه اللي قبل الاخير؟ ان انا عندي لو قلنا اربع كيرفات، الكيرف الاولاني والثاني والثالث والرابع، انا هبدا اشوف الاولاني احل المشكله بتاعته، الثاني والثالث، ليه مش هروح الرابع؟ لان انا اصلا انا بقارن الكيرف اللي واقف عنده بالكيرف اللي بعده، يعني الاولاني ده بشوف هل الثاني والثالث والرابع هل في حاجه فيهم المفروض تتعدل عشان تبقى متوافقه مع الكيرف الاولاني، يعني هل في ستارت بوينت بتاعتها هي نفس اللي انا واقف عنده وهكذا ولا لا، والثاني بشوف الثالث والرابع، فالثالث هشوف الرابع، الرابع مفيش حاجه بعده، فانا اصلا مش محتاج ان انا اشوفه، انا لو وصلت لحد الكيرف الرابع معنى كده اصلا ان انا حليت المشاكل، فبالتالي طول ما انا ماشي 1 2 3 كده اخر كيف لازم 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 هيكون اتظبط تلقائي من غير ما نبص له، كده كده هيكون الترتيب بتاعه اتظبط. طيب انا بشوف لحد الكيرف اللي قبل الاخير. طيب انا هاخد الكيرف اللي انا واقف عنده، لكن مثلا نبدا الاي بصفر اللي هو اول كيرف، يبقى انا اول كيرف هجيب الاند بوينت بتاعته اللي هي اند بوينت واحد، يبقى انا كده انا عايز اقارن الاند بوينت بتاعته بالستارت والاند بتاعت الكيرف اللي بعده، نشوف هل في تبديل، هل في حاجه متعدله او الكلام ده كله. طيب هعمل نقطه، النقطه دي وليكن اسمها بي. طيب البي دي هتاخد ايه؟ هلف على كل الكيرفات اللي من بعد الكيرف ده، يعني انا واقف عند الكيرف الاولاني اللي هو الاي بتاعته صفر، هلف على الكيرف اللي هو واحد والكيرف الثاني والكيرف الثالث، اشوف هل الستارت بوينت بتاعتهم هي نفسها الاند بوينت بتاع اللي انا واقف عنده، يبقى كده ترتيب مظبوط. طيب لو الاند بوينت بتاعت الكيرف الثاني ده هي نفسها الاند بوينت اللي انا واقف عندها، يبقى كده المشكله مش في ترتيب، المشكله في الريفرس، عايز يحصل تعديل الدايركشن. هيبدا يلف على كل الجرفات، هيجيب الاول الستارت بوينت. هنا بيقول له ايه؟ بقول له لو الاند بوينت بتاعت الكيرف اللي انا واقف عنده هي نفسها الستارت بتاعت الكيرف اللي بعده، يبقى في الحاله دي ده النكست كيرف، يبقى كده مظبوط ما تعملش حاجه.
طيب لو الكيرف ده الاند بوينت بتاعته هي نفسها الستار، بس انا مش عند الكيرف اللي بعده، يعني مثلا عند الكيرف الثالث او الرابع، يبقى المشكله في الترتيب. انا المفروض انا اعمل سؤال، فانا المفروض انا اقول له ايه، شوف هل الاند بوينت بتاعت الكيرف هي نفسها الستار بتاع الكيرف اللي بعده ولا لا. طيب بس احنا في اي حاجه فيها ماثيماتكس لا يفضل دايما ان انت تعمل علامه يساوي، يعني يفضل او لا يفضل بمعنى صح ما تعملش كده، ما تقولش مثلا ان الكيرف دوت ستارت مثلا، وليكن مثلا الكيرف الاولاني الاند بتاعته، ما تقولش ان لو هي بتساوي الكيرف الثاني دوت ان دوت ستارت. ليه؟ لان معنى كده ان لازم النقطه بتاعت الاند بتاعت الاولاني تنطبق تماما بنسبه 100% على الستارت. طيب فده فيها مشكلتين. اول مشكله ان ممكن اصلا اليوزر هو بيرسم يكون مثلا في فرق حاجه صغيره بينهم، فهو يعني هو بيرسم وما حطش النقطتين على بعض بالظبط، فانت عايز تعدل المشكله دي. الحاجه الثانيه ان في حاجه اسمها مشكله الفلوتنج بوينت، برضه مش هنستفيد فيها، عباره عن انت بتيجي تعمل اي عمليات فيها عمليات ارقام عشريه النواتج ما بتبقاش بالظبط، يعني 1 من 10 هي مش 1 من 10، هي ممكن تكون بوينت 1 1 0 5 6 وهكذا. فانت لو بتقارن مثلا وليكن ان الكيرف الاند الاولاني ده عباره عن مثلا 5 25%، هي في الحقيقه 5 25% وارقام بعد العلامه، والكيرف الثاني لو هي مثلا 5 25% برضه هتلاقي فيه ارقام بعد العلامه. فانت لو قلت لهم هم بيساووا بعض هيطلع ان هم مش بيساووا بعض، هم مش بيساووا بعض بالظبط، فانت مش عايز تحصل المشكله دي. هتعمل ايه؟ هتقول مثلا ان في تولرانس، التولرانس ده رقم صغير ولكن مثلا ملي او 2 ملي او ايا كان حسب المساله بتحلها، لو المسافه بينهم اقل من ملي ده او الحاجه الصغيره دي يبقى هم تقريبا بيساووا بعض، بس عندي مشكله في الفلوتنج بوينت، يبقى مش مشكله يعني انا هعديها، انا متقبلها. فانا هشوف المسافه ما بين النقطه اللي انا واقف عندها وبين النقطه الثانيه، لو المسافه دي اصغر من التولرانس ولكن الترانس ده ملي خلاص يبقى هو اقل من ملي يعني يعتبر صفر، فانا ما عنديش مشكله. فانا الترانس ده رحنا جبناه اللي هو خليناه الانش على 16، انش على 16 انا ممكن كنت اخليها ملي، انا كنت اقول له مثلا اشوف ملي بكام انش واجيب الملي. هو عادي انت ممكن تعمل ترانس اي حاجه، ممكن تعمل 10 3 3 10 4 ايا كان براحتك، بس هو فكره انش على 16 ان هو زمان لما كانوا بيستخدموا وحده البوصه ما كانوش بيعرفوا ان هم يعملوا، يعني لما كانوا بيستخدموا المسطره اللي فيها الانش ما كانوش بيعملوا 1 2 3 لحد 10، لا هم كانوا بيقسموا ازاي؟ كانوا بيقسموا الانش بالنص فيجيبوا نص الانش، بعد كده نص الانش ده يقسموه 2 فيجيبوا الربع، بعد كده يقسموه 2 يجيبوا الثمن، بعد كده يقسموه 2 يجيبوا 1 على 16. فكان اصغر يونت تقريبا بتستخدم هي ال 1 على 16، ده يعتبر الترانس لو بتشتغل بوحدات الفيت والانش. فلو المسافه اصغر منهم خلاص يبقى كده انا بالنسبه لي ده هي نفس النقطه. في الحاله دي لو ده مش نفس الكيرف اللي بعده، يعني انا دلوقتي واقف عند الكيرف رقم جي، ولكن انا دلوقتي مثلا عشان اوضح النقطه انا عند الكيرف الاولاني بقارن النقطه بتاعت الكيرف الاولاني الاند بالكيرفات بتاعت او الستارت بوينت بتاع الكيرفات اللي بعدها. فانا لو واقف مثلا عند الكيرف الثاني دوت ستارت اللي هما الاثنين بيساووا بعض او يعني المسافه بينهم اصغر من الترانس، خلاص يبقى مفيش مشكله اصلا، يبقى انا مش هعمل حاجه. طيب هما الاثنين مثلا انا عند الكيرف الثالث، انا عند الاند بتاع الاولاني هو الستارت بتاع التالت، يبقى المشكله مشكله ترتيب، يبقى انا المفروض اخلي التالت ده هو التاني واروح ابدل التاني والتالت مع بعض. فانا في الحاله دي بعمل ايه؟ بعمل سواب ما بين الكيرف اللي انا واقف عليه الدور والكيرف اللي بعده وهكذا. طيب لو لكم مثلا المشكله ما كانتش هنا، يعني لو المشكله لسه ما اتحلتش ايه اللي هيحصل؟ عملنا حاجه اسمها فاوند. الكود ده انا ممكن اديهولكم بعد المحاضره عشان يعني ممكن في ناس تكون تايهه شويه في الكود، انا بحاول ابسط الدنيا بس هو الموضوع بسيط، انا بحاول اشرح لكم الموضوع، مش مشكله افهم الكود بالظبط، المشكله تفهم طريقه الحل، اهم حاجه تفهم طريقه الحل ككونسيبت، لكن الكود عادي انا ممكن ابديه لكم وتبص عليه بالتفصيل، يعني مش دي المشكله. طيب فاحنا عملنا حاجه اسمها بول اسمه فاوند. ليه؟ عشان انا الفاوند ده يبقى انا لسه ما لقيتش ايه؟ ما لقيتش الكيرف اللي عليه الدور، يبقى لسه في مشكله موجوده. لو انا الفاوند دي خليتها بالترو هيخرج مش هيكمل، انا خليته ان هو ما يلفش غير لو الفاوند دي فولس، طول ما هي فولس يقعد يلف، لو بقت ترو يبقى هو كده لا خلاص، يعني هو فاوند خلاص لقى الكيرف يبقى خلاص ما تكملش، يبقى انا كده حليت المشكله. فانا بقول له هنا لو انا حليت المشكله اعمل لي الفاوند بتساوي ترو، وبالتالي خلاص ايش اتسولفد كيرف اتس فاوند، ما تعملش حاجه ثاني. فانا هيخش لو هي لسه مش فاوند، يعني لو ما كانش لسه حل المشكله هيعمل ايه؟ يبقى المشكله عندي مش مشكله ترتيب بس، لا في بقى يا اما ممكن دايركشن يا اما الاثنين مع بعض. في الحاله دي انا هقارن النقطه اللي انا واقف عندها دي الاند بوينت اللي بعد،
يبقى انا كده خلاص المشكله مش في الستارت، انا اخش على الاند بوينت. فانا اعمل ايه؟ لو انا عندي الاند بوينت بتاع الكيرف الاولاني بتساوي الاند بوينت بتاع الكيرف الثاني، يبقى كده الكيرف الثاني هو فعلا عليه الدور بس عايز يحصل له ريفرسنج. يعني في الحاله دي هو ده النكست كيرف بس عايز يحصل له ريفرسنج، يبقى انا هعمل ايه؟ ريفرس ذا نكست كيرف، يبقى ودي الميثود بتعمل ريفرس. طيب لو انا عندي ان الكيرف اللي عليه الدور ده وليكن مثلا الكيرف الثالث الاند بتاعته بتساوي الاند بوينت اللي بتاع اللي انا في عندها، بس هو مش النكست كيرف يعني مش الثاني ثلاثه بس، انا ما عندي مشكلتين، ما عندي ان هو الدايركشن مش مظبوط، الاند هو اللي بتساوي الاند المفروض يبقى الستارت، وتاني حاجه ان مش مترتبه، لان ده مش الكيرف الثاني ده الثالث. يبقى انا هعمل سواب وريفرس نفس الوقت، وبالتالي لو انا الترونز هقارن بقى اللي هو نفس النقطه يعني تقريبا اقل من الترونز، شوف لو هو ده اللي عليه الدور يبقى انا هعمل ريفرس فقط. طيب لو مش هو اللي عليه الدور يبقى انا عندي مشكله اوردرنج ودايركشن في نفس الوقت، يبقى هعمل سواب وريفرس، اروح ابعت الفانكشن اللي بتعمل سواب وريفرس. لو ناخد بالنا هتلاقي دايما وانا بعمل سواب بعمل سواب للاوفست، يعني بعمل للكيرفز وبعمل الاوفست عشان اللي انا هغيره هنا هغيره في الاوفست، عشان لو انا مثلا الكيرف الاولاني ده كان هو الاولانيه كان مثلا الاوفست بتاعها 1 من 10 والكيرف الثاني 2 من 10 وانا هبدلهم ما بينهم بعضهم، يبقى لازم الاوفست تتبدل هي كمان. بعد كده بعمل فاوند ترو، يبقى كده حليت المشكله. لو بعد ده كله ما حلش المشكله يبقى في مشكله في الكيرفات الداخله، يبقى هو مش عارف يتصرف فهرمي ايرور لليوزر. ده كده باختصار، وكده كده الكود هبعته لكم ان شاء الله بعد المحاضره اظبطه وهبعته. فخلينا نبدا بقى نشوف اللي عايزين نعمله النهارده. كان في حد كاتب حاجه؟ الحلقات اللي فاتت موجوده على اليوتيوب، ممكن برضه ابقى انزلها على الجروب بعد المحاضره عشان ما نعرفش ان هي موجوده. يبقى احنا كده الكلام بسرعه على حل مشكله الكيرفز الكونتيجويتي بتاعتها. عايزين احنا نسينا نشوف بعد ما حلينا المشكله ايه اللي هيحصل، عايزين نجرب الحل وعايزين نشوف اليوزر انترفيس. كويس انا افتكرت، يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ هنعمل بيلد السوليوشن اللي عندنا. خلاص نمسح الكلام اللي احنا عملناه ده. عايزين نعمل بيلد السوليوشن عشان يروح يعمل اللوجن، وبعد كده نفتح الريفت هنجرب في نفس الملف اللي احنا كنا مستعملينه على المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه وول، لو تفتكروا كان فيه كذا وول مرسومه. عايزين نجرب الملف ده، انا عندي لو تفتكروا خمسه وولز مرسومين، اول اثنين دول كانوا مرسومين مظبوطين فكانوا بيتحلوا ب الميثود اللي كنا عاملينه المره اللي فاتت او الراجل اللي عاملينه المره اللي فاتت. كان عندي الثلاثه الوولز اللي تحت كان فيهم مشكله في الكيرف لوب فما كانوش بيترسموا، لما كنت باجي ارسم كان بيضرب ايرور. فهل هنشوف بقى بعد ما حلينا المشكله هل هيضرب ايرور برضو في الثلاثه وولز اللي بعد كده ولا المشكله هتكون مظبوطه؟ وفي نفس الوقت عايزين نشوف شكل اليو اي بعد ما عدلنا الشكل بتاعه. فاحنا نروح على الادنز عادي اكسترنال تولز، عايزين نشوف الفلور فروم وولز. طيب لما ندوس على فروم فروم وولز هتلاقيه ظهر لي فعلا الويندو. لو نفتكر لما كنت بشرح في الكود من شويه صغيرين كنت بقول ان انا لو هعمل يو اي كنت بقول له افتح لي الويندو الاول، وبعد كده لما افتح الويندو اختار نوع الفلور. لما ادوس على سيلكت وول، لما ادوس سيلكت وول ده الفانكشن اللي كانت موجوده في الفيو موديل شفناها مع بعض، هي دي اللي بتعمل بقى الشغل بتاع الوولز والكونتيجويتي والكلام ده كله. فانا المفروض متوقع لما ادوس على تشوز فلور طيب يحصل ايه؟ هو انا ما اقدرش ان انا سيلكت وول لان انا لسه ما عملتش تشوز للفلور. لو دوست على فلور تايب تلاقي في انواع الفلور تايبس اللي موجوده في الموديل، وليكن مثلا اختار الجينيك 150 ادوس سيلكت وول يقول لي سيلكت الوولز، اجرب على ده ادوس فينيش رسم فعلا. لو جينا بصينا هتلاقيها 150 مللي فعلا. طيب تعال نجرب على الوولز الثانيه اللي ليها اكتر من وول باكتر من سيكنس، وجينا برضه استخدمنا نفس الميثود برضه نقول وليكن مثلا خلينا في 300 سيلكت وول فينيش هي رسم فعلا 300. طيب هو احنا كده اصلا دول عارفين ما فيهمش مشكله، ان انا كده اول ما فات اصلا كنا حليناهم من غير ما نحل مشكله الكيرف لوب. كان عندنا مشكله في الدول، عندنا مشكله في ثلاث دول. هنشوف لما عملنا موضوع الكيرف وولز اللي هيحصل ايه. نختار مثلا وليكن 300 برضو، نيجي نجرب كده وندوس فينش مثلا ما فيش مشكله. طيب نجرب اي حاجه مثلا كده غيرهم، نجرب مثلا هنا ليكن برضو اي نوع عادي مش مشكله. نجرب هنا هنيجي هنلاقي رسم، هنلاقي نفس النوع اللي احنا اخترناه. طيب عايزين نرسم حاجه فيها ارك، شوف هل هو الموضوع توقف على كده؟ احنا قلنا لو لاين او ارك المفروض ترسم صح. فنرسم مثلا وليكن وول باي ترتيب، هتعمد نوع اي ترتيب، مش همشي على الترتيب، همشي باي ترتيب.
وليكن مثلا هنبدأ من هنا ونرسم مثلا ارك، خلينا نرسم البول واللي عايزين نخفي دي، لا خلينا نرسم مثلا الارك من هو ده. طيب عايزين نشوف لو عملنا الادرز هيحصل ايه. بيقول لي اختار نوع الفلور، رسم الفلور، يبقى احنا كده شغالين صح. وجينا وصلنا هتلاقيها نفس الفلور اللي احنا حطيناه اللي هي 150، رسم عادي والكيرف تمام، رغم ان احنا الارك احنا اصلا رسمينه اي حاجه، رسمينه من غير ما نظبط الدايركشن مع الكيرفات اللي بعد، هو ظبط هو الدايركشن عمل كل حاجه. وجينا وصلنا في 3 دي هتلاقي كل حاجه مرسومه مظبوط. ادي اللي احنا لسه رسمينه دلوقتي، هنلاقي تحت في البلاطه، البلاطه مرسومه اهي كل حاجه تمام. فاحنا كده اتاكدنا ان احنا حلينا مشكله الكيرفز، وفي نفس الوقت شفنا شكل اليو اي لما نيجي نختار نوع الفلور اللي احنا عايزين نختاره. طيب تعالوا بقى نروح نشوف بقى الحاجه الجديده اللي احنا عايزين نقولها النهارده. المحاضره ان شاء الله مش كبيره، عايزين نعمل النهارده قلنا عايزين نشوف ازاي نعمل حاجه اسمها اكستن ابلكيشن، ونعمل بلوجن، ونكستمايز اليوزر انترفيس. طيب انا عندي حاجه اسمها اكسترنال ابلكيشن، حاجه اسمها اكسترنال دي بي ابلكيشن. الدي بي اختصار داتابيز، دي مش هنستخدمها في حاجه دلوقتي، هنعدي عليها بسرعه، وهنستخدم الاكسترنال ابلكيشن. الفرق ما بين الاكسترنال دي بي ابلكيشن والاكسترنال ابلكيشن ان الاكسترنال دي بي ابلكيشن ده خاص بالداتابيز ليفل، يعني خاص بحاجات ليها علاقه بالسيتنجز بتاعت الريفت، حاجه ليها علاقه بالسيتنجز او الاوبشن بتاعت الريفت. بستخدم معاها حاجه اسمها كنترولد ابلكيشن. طيب ده انا مش هستخدمه في حاجه، لكن انا هستخدمه حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اكسترنال ابلكيشن. ده بيستخدم لو انا عايز اكستمايز اليو اي، وعايز اضيف مثلا شكل اللوجو بتاع مثلا الشركه بتاعتي او ايا كان، عايز اعمل بلوجن يكون لي شكل ويكون لي تكست ويكون لي يعني يكون لي هيئه تحس ان هو بلوجن، ما يكونش مجرد امر كده بدوس عليه وخلاص. وبستخدم معاه بدل ما استخدم كنترول ابلكيشن، لا هستخدم يو اي كنترول ابلكيشن. هو كنترول ابلكيشن بس خاص باليوزر انترفيس او اليو اي. هنا بيقول لك ان انا ما اقدرش من خلال اليو اي ده ان انا ادخل على الدوكيمنت، وده منطقي. هو انا هنا بتعامل مع الابلكيشن على مستوى الابلكيشن، انا بتعامل على اليو اي بتاع الريفت كبرنامج مش الدوكيمنت، فهنا مش بقدر اتحكم في الموديل، انا بتحكم بقى فقط في اليوزر انترفيس بتاع الريفت، يعني اتحكم في شكل الشكل بتاع التابات فوق او شكل الريبون بتاع الريفت. طيب وهنا بيقول لي فيه لما باجي اعمل امبلمنت اكسترنال ابلكيشن عندي تو ميثودز، ميثود اسمها اون ستارت اب وميثود اسمها اون شوت داون. طيب لو نفتكر مع بعض الاكسترنال كوماند كان بيبقى عندي ميثود اسمها ايه؟ اكسكيوت. لما كنت باجي اعمل اكسترنال كوماند كنت بعمل اكسكيوت. طيب الاكسترنال ابلكيشن اكسترنال كوماند ده وانا بعمل امر، اوامر محدده، وانا هعمل بلوجن كامل ممكن يبقى جواه اكتر من امر، هستخدم الاكسترنال ابلكيشن لو انا عايز اعمل كاستمايز في اليوزر انترفيس واعمل شكل معين للبلوجن. وبالتالي هعمل امبلمنت اون ستارت اب واون شوت داون. طيب من اسمهم اون ستارت اب، دي حاجه بتتنفذ لما الريفت يفتح، مجرد ما الريفت يعمل ستارت او يفتح بقول له اعمل حاجه معينه. البرامترز بتاعتها زي ما قلنا بتاخد اليو اي كنترول لوكيشن عشان اقدر ادخل على اليو اي بتاع الريفت واعمل كاستمايز فيها، وبترجع حاجه اسمها ريزلت، برده نفس الفكره بتاعت الريزلت اللي قبل كده، برده يا اما سكسيدد يا اما فيلد يا اما كانسل. طيب اون شوت داون من اسمها برده حاجه بتتنفذ لما الريفت يكون هيقفل، يعني انا عايز مثلا اخلي يحصل حاجه معينه في الريفت قبل ما هو بيقفل يظهرها مثلا اليوزر يقول له انت عملت كذا ما عملتش كذا الكلام ده كله. فبالتالي ده بينفذ حاجه وين شوت داون او في وقت الشوت داون. برامتر هو نفس البرامتر يو اي كنترول ابلكيشن، وهو نفس الريتن سكسيدد فيلد كانسل كاريزم. طيب عايزين نشوف شكل اليوزر انترفيس اصلا بتاع الريفت. عندي انا عندي الشريط اللي فوق في الريفت ده اسمه ريفت ريبون او اليوزر انترفيس ريبون، ده عباره عن الشريط بتاع الريفت. ده بيتكون من ايه؟ ريبون بيتكون من مجموعه تابس زي مثلا اركتكتشر ستراكشرال الكلام ده كله، مانج الكلام دي كلها عباره عن تابس في الريفت. طيب داخل كل تاب بيبقى فيه اكتر من بانل، يعني مثلا فلور بانل بتاعت الوولد الكلام ده كله. طيب داخل البانل ممكن يبقى فيه اكتر من بطن زي مثلا كوبي موف روتيت الكلام ده كله. فيبقى انا عندي تابات، التابات جواها بانلز، البانلز جواها بطن. تعال نشوف شكل الكلام ده، وليكن مثلا ده الريبون بتاع الريفت. فانا عندي ده الريبون، ده الريبون. فانا عندي البيكشر ده يعتبر تاب،
الاركتكتشر ده تاب، والاستراكشر تاب، الستيل تاب، الانسيرت تاب، الاناليز تاب، ده كله كل واحد منهم تاب. لما بدوس على كلمه اركتكتشر انا كده بفتح التاب دي، بلاقي ان التاب كونسيستد اوف او كونتينز مجموعه بانلز. زي ايه البانل؟ هو الاقسام، يعني اذا في خط كده لو تاخدوا بالكم، هنفتح نعمل ليزر، في خط هنا كده ده فاصل ما بين البانل بتاعت البيلد والبانل بتاعت السيركوليشن، وهكذا في برضه بانلز على اليمين بس انا قصيت الصوره. فتلاقي عباره عن بانل والسيركوليشن عباره عن بانل، هي مجموعه اوامر تبع حاجه معينه، تبع مثلا البيلد، انا هعمل حاجه او هكريت حاجه، فبيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها بيلد بانل، بيعمل بانل اسمها بيلد. هعمل حاجه ليها علاقه بالسلالم، بيعمل حاجه اسمها سيركوليشن، حاجات دائريه او سلالم، فبيعمل حاجه اسمها بانل اسمها سيركوليشن خاصه بالاوامر، بيجمعهم كتنظيم شغل يعني. طيب عندي جوه البانل بقى بتاعت البيلد دي في اكثر من بطن، في بطن اسمه وول، دور، ويندو، كومبوننت، كولم، وهكذا. يبقى انا بالنسبه لي الويندو ده يعتبر بطن. يبقى انا كده اختصارا للكلام عندي الريبون، ريبون بيتكون من مجموعه تابس، كل تاب بيتكون من مجموعه بانل، كل بانل بيتكون من مجموعه بطن. بقول الكلام ده ليه؟ في ناس ممكن تكون عارفاه، لو طبعا هي متعلمه عرفت قبل كده، عشان ده لما نيجي نعمل كرييشن للكلام ده لازم نبقى فاهمين التقسيم، ان في حاجه اسمها تاب جواها بانل وبانل جواه بطن، وكل دول على بعض جوه الريبون. طيب يبقى انا عندي ريبون موجود. انا لو عايز اعمل اللي احنا عايزين نعمله النهارده ايه؟ عايزين الميثود اللي احنا عملناها بتاعت كريت فلور دي، عايزين يوزر لما يجي يفتح الريبون. انا كنت بفتح، لو نيجي نشوف الريفت كنت بعمل ايه؟ كنت باجي هنا بلاقي حاجه اسمها، نقفل القائمه دي، حاجه اسمها ادنز. ده انا عشان انا ما عملتش حاجه، ما غيرتش في اليوزر انترفيس، هو كان بيضيفها تلقائي في التاب اللي اسمها ادنز. كنت بلاقي حاجه اسمها اكسترنال تول، بلاقي حاجه اسمها اليمنت ديتيلز اللي احنا عملناها في اول سيشن خالص، اللي كان بيجيب ديتيلز، كان بلاقي حاجه اسمها كريت فروم وول فروم فلورز فروم وول، وهكذا. فانا مش عايز كده، انا عايز يعمل تاب جديده، وليكن مثلا احنا هنعمل مثلا بلجن اسمه بيم اريبيا مثلا، هنعمل بلجن اسمه بيم اريبيا. بيم اريبيا ده عباره عن مجموعه اوامر كتير مع بعضها. يبقى انا عايز يعمل تاب اسمها بيم اريبيا، دي اول حاجه. هو مش شرط، انا ممكن اضيفها على الادنس عادي، بس انا بقول لك انا عايز اعمل فول كاستمايزيشن في اليو اي. اول حاجه هعمل تاب اسمها بيم اريبيا مثلا، وبعد كده جوه البيم اريبا دي هعمل بانل. وليكن بقى انا مثلا عندي مجموعه اوامر خاصه بالفلور، يبقى هعمل بانل مثلا اسمها فلور، مجموعه اوامر خاصه بالاليمنت مثلا، يبقى هعمل بانل اسمها اليمنت، وهكذا. حسب بقى، طبعا هي على قد امر ولا اثنين مش مستاهله، بس انت لو هتعمل 10 اوامر عادي مثلا في نفس البلوجن، فانت ممكن تعمل بانلز مجموعه الاوامر اللي شبه بعضها. نرجع تاني للبرزنتيشن. يبقى ليه عايزين نعمل تاب؟ فانا عندي ميثود اسمها كرييت ريبون تاب، دي بتعمل تاب جديد. الميثود دي بتضيف التاب على التابات اللي موجوده اصلا في الريفت يو اي او في الريبون بتاع الريبون. بتاخد بارامتر ايه؟ هو بارامتر واحد اللي هو التاب نيم، اسم التاب ايه؟ اسمها بيم اريبيا، اسمها اسم الشركه بتاعتك، وهكذا حسب اسم التاب اللي انت عايز تعمله. طيب بعد ما عملت التاب المفروض ان انا اعمل حاجه اسمها ريبون بانل. يعني انا بعد ما عملت التاب عايز اعمل ريبون بانل اللي هو جوه التاب بقى. يعني انا المفروض اجيب التاب ده واعمل حاجه اسمها كريت ريبون بانل احطه جوه التاب. بانل بانل دي هحتاج منها بيانات ايه؟ هحتاج اسم البانل اللي انا هحطها، وليكن مثلا فلورز، وليكن مثلا اليمنتس، وهكذا. طيب لو انا حطيت اسم البانل بس كده وخلاص، هيضيفها لي. انا كده دلوقتي ما حطيتش اسم التاب، لو هناخد بانل، انا دلوقتي عملت تاب صحيح في الصفحه اللي قبلها، عملت تاب بس ما قلتلوش حط لي البانل دي في التاب دي. هو مش عارف، هو مش شايفها لوحده، مش يقول لك اروح احطها لي في بيم اريبيا تاب، لا، هو ساعتها هيروح حطها في الادنز تاب من نفسه، لان انت ما قلتلوش حطها فين، هو تلقائي هيحطها كديفولت في الادنز تاب. طيب لو انا عايز بقى احطها في تاب اللي انا عايز، ان انا المخصصه انا عايز اعملها، يبقى هدي له اسم التاب ده كده اوفرلود لنفس الميثود، هدي له اسم التاب وادي له اسم البانل. طيب ممكن اعملها بطريقتين، يا اما ادي له اسم التاب واسم البانل، يا اما انا اكون كريت التاب اصلا اوريدي، هدي له التاب نفسها مش الاسم، اديله التاب نفسها كاوبجكت واسم البانل. في الحاله دي هيروح يعمل البانل ويضيفها في التاب اللي انا بعتها له. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها بوش باتون داتا. ايه البوش باتون داتا؟ احنا كده عملنا التاب وعملنا البانل، عايزين نعمل باتونز. عشان اعمل باتونز عندي الباتون وعندي البوش باتون داتا. البوش باتون داتا دي ما هي الا الحاجه اللي بعمل منها كريت الباتون، بحط فيها العناصر الاساسيه اللي هي اسم الباتون، نوع الباتون، بينده على انهي امر، الكلام ده كله.
وبعد كده لو انا خلاص عملت البطل بدأ بعد كده اخش على القصص الثانيه اللي ممكن ما تكونش اساسيه عشان اعدل فيها. يبقى انا ده عباره عن الانفورميشن النيسيسري عشان اعمل بطل. فانا عشان اعمل بطل لازم اديله اربع حاجات اساسيه لازم يبقوا موجودين في اي بطل، لازم اديها له في البوش بطل داتا. بيقول لك ان هي بتنهرد من حاجه اسمها ريبون ايتم داتا. خلاص ماشي، عشان اعمل بطل بعمل من الكونستراكتور بعمل بديله اربع حاجات: اسم البطل، نيم، التكست اللي هيظهر اسم البطل ده عشان انا بستخدم البطل، يعني انا هسمي البطل مثلا بطل واحد بطل 2 وهكذا مش مشكله، لكن التكست ده التكست اللي هيظهر اليوزر لازم يبقى اسمه حاجه تتفهم. ما ينفعش نكتب اي حاجه وكده خلاص، ما ينفعش اقول له بطل واحد بطل 2، لا اقول له مثلا كريت فلور، اقول له مثلا جيت اليمنت اي دي، جيت اليمنت انفورميشن وهكذا. بعد كده هياخد حاجه اسمها الاسمبلي نيم. ايه الاسمبلي نيم؟ الاسمبلي نيم هو المسار او المكان اللي موجود فيه الملفات بتاعت البلوجر. هنشوف هنجيبها ازاي. بعد كده الكلاس نيم. الكلاس نيم ده اسم الكلاس اللي هو الاكسترنال كوماند اللي هينادي عليه، يعني لما ادوس على البطن ده. ولكن انا عملت بانل وعملت تاب اسمها بيم اريبي، وعملت بانل اسمها مثلا فلور، جيت عملت البطن اللي اسمه مثلا كرييت فلور، خلاص تمام، واديته اسم الاسمبلي والكلام ده كله. كرييت فلور ده لما ادوس عليه هيروح على انه امر، يروح على كرييت فلور فروم وورز كونتيجوس اللي احنا لسه عاملينها من شويه، اللي هي الامر بتاع اللي بينهرت من اي اكسترنال كوماند. فده هتدي له اسم الكلاس اللي يروح يدوس عليه لما تدوس على البطن، هو هيفهم لوحده لما يدوس على البطن ده هيروح نادي على الامر ده. طيب بعد كده عملت البطن ده خلاص، تاخد البطن بقى نفسه تضيف له بقى صوره، تضيف له مثلا ديسكريبشن، يعني حاجات زياده مش اساسيه اللي مش هتعملها، بس طبعا لو عملتها هيحسن اليوزر انترفيس. يبقى دي الحاجات الاساسيه اللي انا لازم اعملها. بعد كده بقيت الحاجات اللي انا عايز ازودها. فانا عندي البوش بطن ده برضه بيقول لك بينهرت من حاجه اسمها ريبون بطن. ممكن اضيف بعض الخصائص منهم، مثلا على سبيل المثال هو في اكتر من حاجه بس انا اخترت حاجتين اساسيتين. انا عايز اعمل صوره، عندي حاجه اسمها لارج ايمج، دي بروبرتي بديله المسار بتاع الصوره اللي هو هيستخدمها، يفضل تكون مربعه، يفضل تكون 32 في 32 بكسل. بعد كده حاجه اسمها تول تيب. تول تيب دي عباره عن ايه؟ لما بقف الماوس او اعمل هوفر على الماوس عليها هتظهر. بمعنى لو جينا وفتحنا الريفت كده، لو جينا وقفنا مثلا على اكسترنال تول، مجرد ما تقف عليه هتظهر لك ويندو بيقول لك بروفايد اكسس تو اديشنال تولز ذات هاف بين انستولد فور مش عارف ايه. الحاجات اللي ظهرت دي، الكومنتس اللي ظهرت دي، ده اسمه التول تيب في اي ابلكيشن، مش في ريفت بس، اي ابلكيشن. التول تيب معناها انك لما تقف على الامر يظهر لك بعض البيانات عن الامر، ده كده اسمه التول تيب. فانا ممكن انا اضيف نفس الكلام، اعمل حاجه اسمها تول تيب اللي هي مجموعه الحاجات او الديسكربشن اللي هتظهر لما اقف على بالماوس بوينتر على البطن. طيب خلينا نشوف مع بعض كده الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي دي. خلينا نشوف الكود بتاع البلوجن نعمله مع بعض دلوقتي، ونشوف اليوزر انترفيس. اليوزر انترفيس اللي انا المفروض اعمله هيطلع حاجه بالمنظر ده كده. هعمل هيبقى عندي بانل، هيبقى عندي بانل اسمها اليمنت وبانل اسمها فلور. الفلور جواها فلور فروم وولد اللي انا عايز اعملها، ادوس عليها يعمل الامر اللي انا قلت عليه. وعندي الامر الثاني او البطن الثاني اسمه جيت اليمنت انفو، ما ادوس عليه. دول اللي احنا اشتغلنا عليهم. اول محاضره اشتغلنا على جيت اليمنت انفو، ثاني محاضره المره اللي فاتت الاسبوع اللي فات اشتغلنا على فلور فروم وولد. وطبعا النهارده هنشتغل على النسخه الاحدث اللي فيها اليو اي الواجهه التطبيقيه واللي فيها حل مشكله الكيرفز او الكونتيجوس. طيب فاحنا عايزين نعمل حاجه بالشكل ده، هنختار صوره ونختار الاسم بتاعها والبطن والكلام ده كله. يلا بينا مع بعض نبدا نعمل الكلام ده. طيب نقفل بقى الكلام ده خالص مش عايزينه. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل كلاس. الكلاس ده بينهرت من اي اكسترنال ابلكيشن، بينهرت من اي اكسترنال ابلكيشن. طيب نبدا نعمل مع بعض الكلاس. اد كلاس هقول له بيم اريبيا بلوج، وده الكلاس اللي هينهرت من اي اكسترنال ابلكيشن اللي هيتحكم في اليوزر انترفيس ويعمل باتنز والبانلز والكلام ده كله. طيب نعمل الكلاس مع بعض. اول حاجه طبعا يعني اتعودنا خلاص هنعمل ايه. اول حاجه زي ما قلنا هنعمل اول حاجه نخلي الكلاس بابليك زي ما كده. ثاني حاجه قبل كده كنا بننهرت من اي اكسترنال كوماند، كنا بننهرت من اي اكسترنال كوماند. طيب انا مره عايز انهرت من ايه؟ اي اكسترنال ابلكيشن. يبقى انا هعمل هنا
اي اكسترنال ابلكيشن. طبعا اتعودنا مع بعض ان احنا عشان هو هنا هيضرب ايرور لان هو مش قاري ان في حاجه اسمها كده. كنا بنعمل ايه؟ بندوس كنترول دوت مع بعض اللي هي كنترول وحرف الزين، قلناها بكلمة المحاضرة اللي فاتوا. هيقول لك استخدم اليوزر اليوزنج قصدي اوتوديسك دروب تي بي اي، هقول له اه كده خلاص. هو ضافها فوق فقدر يقرا ان في حاجه اسمها اكسترنال ابلكيشن بلونها بالازرق. بعد كده هو ضارب ايرور تاني عشان بيقول لك انت مش عامل امبلمنت للميثودز اللي اسمها اون شوت، الميثود اللي اسمها ستارت اب. لو ناخد بالنا اللي فتح معانا ده اسمه ايه؟ لسه قايل دلوقتي اسمها تول تيب. اللي فتح دلوقتي معانا ده اسمه تول تيب، مجرد ما اقف على حاجه بيفتح تول تيب. يبقى تول تيب دي مش مرتبطه بالريفت بس، مرتبطه في اي ابلكيشن او اي ابلكيشن سواء ويب او ديسكتوب او اي كده. فهو بيقول لك لازم تمبلمنت الاون ستارت اب واون شوت داون. هدوس كنترول دوت هقول له امبلمنت انترفيس، هتلاقي ظهر لي اون شوت داون وظهر لي الميثود الثانيه اللي هي اسمها اون ستارت اب. طيب انا عايز اعمله ايه؟ انا عايز لما يفتح الريفت يبدا يكستمايز اليوزر انترفيس، يعمل تاب اسمها بيم اريبيا، يعمل بانل اسمها فلور، يعمل بانل اسمها كذا وباتنز والكلام ده. طيب انا هشتغل على اون ستارت اب. طب هل انا عايز اعمل حاجه لها علاقه بمشون داون؟ يعني هل عايز لما اليوزر يقفل الريفت يحصل حاجه؟ لا انا مش محتاجه. يبقى انا ممكن هنا ريتيرن ريزلت دوت سكسيد مثلا. يبقى انا مش محتاج اعمل حاجه هنا، خلاص انا هبعد عن الكلام ده، اقفله خالص، اشتغل على اون ستارت اب. طبعا هرجع مثلا وليكن هنا ريتيرن ريزلت عشان بس ما يضربش ايرور، فتيجي واقفل الكلام ده. عايزين نشتغل على الفانكشن. قلنا هنعمل ايه؟ قلنا عشان ادخل على الكستمايز بتاع اليوزر انترفيس كنا بنستخدم حاجه اسمها يو اي كنترول دو ابلكيشن، جواها كريت ريبون بانل، كريت ريبون تاب، الباتنز الكلام ده كله. فانا هدخل دي بالنسبه لي كده زي الكوماند داتا. لما كنت بفتح في الاكسترنال كوماند كان عندي حاجه اسمها كوماند داتا، بفتح الاقي الابلكيشن والاقي الدوكيمنت واليو اي دوكيمنت والكلام ده. انا بالنسبه لي هنا الكوماند داتا دي او بالنسبه لي طبعا حاجه اسمها ابلكيشن اللي هي من نوع يو اي كنترول دو ابلكيشن. هو بيقول لك هاندل وابز ابلكيشن بينج ستارت، يعني اول ما الابلكيشن ستارت تقدر تعمل هاندلنج لليوزر انترفيس بتاعك. فاقول له ابلكيشن دوت كرييت ريبون بان تاب، احنا قلنا هنعمل كرييت ريبون تاب. طيب انا عايز اعمل، انا هضيف كذا تاب ولا تاب واحده؟ لا هي تاب واحده اللي هي بيم اريبيا انا عايز اضيفها، فانا هستخدم حاجه واحده. طيب انا مثلا عايز خليني الكود بتاعي شكل منظم شويه، فانا ممكن اعمل اصلا بره هنا اعمل حاجه مثلا اسمها، يعني اعمل سترنج اسمه تاب نيم مثلا، بحيث انا استخدمه بعد كده لو انا هستخدمه اكتر من مره. هسميه مثلا بيم اريبيا او ممكن بيم اريبيا بلوجن، ماشي ايا كان. ليه عملت كده؟ مش شرط، ممكن تستخدمها هنا عادي، بس انا دايما بحب ان انا لو في حاجه عندي ثابته مش هتغير اخليها خارج الكلاس، اخليها بره. طيب انا عايز اخليها ثابته ومحدش يغير فيها، ممكن اخليها ستاتيك بتقول لي ستريم. انا كده عملت التاب نيم، هضيفها هنا لاسم التاب، وهو كده هيعمل تاب باسم بيم اريبيا بلوجر. طيب بعد كده، بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اقول له ان ابلكيشن دوت كرييت ريبون بانل، وابدا اديله هتلاقي فيه ثلاثه اوفرلود. احنا قلنا ايه؟ اما ياخد البانل نيم هيضيفها في الادنز تاب، التول تيب هي ظهرت بيقول لك هيضيفها في الادنز تاب. لكن لو انت كملت هتقول لك لو انت ضفت اسم التاب واسم البانل مع بعض هيضيفها في البانل في التاب اللي انت حاطط اسمها، او ممكن تحط التاب نفسها ويديك يعني يديك التاب تحط التاب نفسها واسم البانل يحط البانل اللي انت هتعملها في التاب. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نستخدم الميثود الثانيه اللي هي تاب نيم وبانل نيم. فانا هقول له تاب نيم خلاص احنا جبناها قبل كده، وبانل نيم وليكن مثلا هسميها فلور، ده البانل اسمها فلور. او خلينا نشتغل على الالمنت، احنا عندنا حاجتين، عندنا الالمنت عايزين نضيف الامرين مع بعض، الجيت المنت انفو والجيت او كرييت فلور فور مور كونتينرز، فهضيف الثاني. طيب بعد كده هعمل ايه؟ المفروض انا هعمل نفس الكلام ده، اروح اقول له ابلكيشن دوت كرييت ريبون بانل، واضيف له برده التاب نيم واقول له الفلور. يبقى انا كده بعمل كرييت للريبون بانل اللي اسمها الفلور. طيب بعد كده المفروض ان انا من خلال نعمل كده دوكيومنتيشن كامل نعمله، نقول مثلا كرييت تاب مثلا، هنا اقول له ايه؟ كرييت ذا ايليمنت بانل، خلينا نضيف برضه فلور بانل. طيب
بعد كده انا عايز، انا عملت التاب وعملت البانل، عايز بعد كده اعمل ايه؟ احنا قلنا ثلاث حاجات، التاب والبانل والبوش بوتون او البوش بوتون داتا. فانا عايز اقول له بوش بوتون داتا يساوي نيو بوش بوتون داتا، بياخد ايه؟ بياخد اربع حاجات، بياخد السترنج والتكست اللي هيتحط على البوتون، والاسمبلي نيم اللي هو المكان بتاع الديلي فايل، والاسم كلاس اللي هينادي عليه. فانا ممكن اقول له النيم وليكن مثلا هنسميها مثلا وليكن element button. طيب انا عندي التكست، انا عايز اسمي بقى تكست يكون حاجه اليوزر يعرف يفهمها، اقول له مثلا get element info. طيب بعد كده عندي اسم الاسمبلي او العام بتاع الاسمبلي والكلاس. طيب سيب لك الاسمبلي دلوقتي، الكلاس عايزين نحط اسم الكلاس ايه؟ وفوق اسم الكلاس اسمه get element info، ده الكلاس اللي احنا عايزين ندعي عليه. بس هو عشان تحط اسم الكلاس المفروض تحس تحط الاسم كامل. بمعنى ايه الاسم كامل؟ يعني انا المفروض اقول له كده، هقول له جيت المنت انفو، بس هو الجيت المنت ده انفو ده موجود جوه حاجه اسمها بيم اريبيا كوماند. المفروض اقول له بيم اريبيا كوماند دوت اسم الكلاس اللي هو بالنسبه لي هنا ايه؟ جيت المنت انفو. يبقى المفروض اضيف الاثنين، اقول له البيم اريبيا كوماند دوت جيت المنت انفو، المفروض اقول له كده، هو كده يعرف يقرا اسم الكلاس بالكامل، الفول نيم بتاع اسم الكلاس. بعد كده حاجه اسمها الاسمبلي. طيب انا عايز اجيب الاسمبلي، الاسمبلي دي الملفات الدي ال فايلز اللي البلجن او الابلكيشن اللي احنا عاملينه او بروجكت بيحصل له كرييشن لما باجي اعمل بيلد. فانا هجيبها ازاي؟ عندي حاجه اسمها اسمبلي، عندي حاجه اسمها اسمبلي، وهنا مش قاري الاسمبلي لان احنا مش عاملين يوزنج الحاجه اسمها سيستم دوت ريفليكشن. فالاسمبلي ده عندي حاجه اسمها اسمبلي، ممكن اقول له ان هي بتساوي اسمبلي جيت جيت اكسكيوتنج اسمبلي. معنى كده ايه؟ جيت اكسكيوتنج اسمبلي، اكسكيوتنج يعني الحاجه اللي انا شغال عليها دلوقتي، فانا عايز اجيب المسار او المكان بتاع الحاجه اللي شغال دلوقتي، فاقول له جيت اكسكيوشن اسمبلي، ده كده هيجيب الاسمبلي او الملفات بتاعه الحاجه اللي انا شغال عليها دلوقتي. طيب بعد كده ممكن بعد كده اقول له الاسمبلي دوت اللوكيشن، اللوكيشن ده يبقى عايز اجيب المسار الفعلي او المكان بتاع الاسمبلي. يبقى انا كده وهنا عايز اسم الاسمبلي فقط، مش عايز يعني هنا مش عايز وعايز اسم الاسمبلي فقط. طيب يبقى احنا هنا المفروض ما نحطش اسمبلي لوكيشن، المفروض نحط هنا او هنا هنا هنضرب ايرور ليه؟ عشان انا اصلا ما عملتش اسم. طيب خلاص يبقى هو كده مش مشكله، هنحط بوش ونوت داتا، هو عايز فعلا اللوكيشن، بس هو الفكره انك هنضرب ايرور عشان ما عملتش اسم اصلا للفاريبل. هو كده تمام، خد الاليمنت الاسم بتاع البطن، خد اسم التكست اللي يظهر على البطن، خد العنوان او المسار بتاع الاسمبلي، خد بعد كده اسم الكلاس بالكامل. المفروض انا بعد كده ايه؟ اروح اعمل نفس الكلام ده كده كوبي، واروح اخده واعمل واحد تاني وليكن مثلا اسمه فلور بطن. بعد كده اقول له مثلا وليكن يعني الاسم بتاعي نسميه مثلا وليكن فلور فروم وولد مثلا، برضه ياخد نفس الاسمبلي هسميه مثلا وليكن مثلا فلور بوش بوتن داتا، وهنا مثلا element بوش بوتن داتا. طيب هنسميه هنا فلور، تمام الاسمبلي لوكيشن. هنا فاضل الاسم بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن الاسم بتاع الكلاس ده، يبقى انا هحط اسم الكلاس. طيب انا كده المفروض ان انا فاضل لي بس ان انا اضيف الايمج او الصوره بتاعت البطن، ولو عايز اعمل توت تيب مثلا او ديسكريبشن. طيب فانا دلوقتي في حاجه انا عايز اعدلها، ايه الحاجه انا عايز اعدلها؟ اول حاجه ان انا بستخدم الحاجه دي اكتر من مره، فانا ما بحبش اكرر. ليه؟ ان كل ما بتكرر كل ما بيحصل نسبه خطا، فدي اول حاجه. تاني حاجه ان انا ممكن بعد الابلكيشن او البلجن يكون فيه مثلا 10 اوامر، يبقى عندي البتاع عباره عن 10 حاجات كده مرصين تحت بعض، دي حاجه طبعا نسبه خطا تزيد. طيب الحاجه الثالثه ان انا هنا عامل سترنجز كتير قوي، يعني عامل تكست كتير، وطالما انا عامل تكست كتير نسبه خطا تبقى كبيره، لان انا ممكن لو انا هنا مثلا شلت كلمه او بس كده كده وانت جاي تفتح الريفت هيضرب ايرور، لان يعني انت مش نفس اسم الكلاس بالظبط، في نسبه خطا. فانا عايز اخليه يبقى في انديكيشن هل في حاجه غلط ولا لا، يعرفني اذا كان في حاجه غلط ولا لا. فانا هعمل ايه؟ اول حاجه انا هعمل فانكشن، هعمل ميثود يعني
حد بالنسبه له ده كده تمام خلاص كده كده يعتبر خلصت، ممكن اعمل ايمج بس ولا اضيفها زاد بقى. بس انا الافضل نشتغل على الحاجه الافضل ونعمل ميثود جديده خالص. الميثود دي اسمها ايه؟ وليكن مثلا اسمها كريت بطل، اقول له بابليك بترجع لي بوش بطل اسمها كريت بطل. الميثود دي بتاخد البطل نيم وبتاخد سترينج مثلا وليكن البطل تكست اللي هي نفس الحاجات اللي بنادي عليها فوق، البطل تكست، وبتاخد بعد كده اسم الكلاس اللي هنادي عليه كلاس نيم، وبياخد البانل ريبون بانل اللي هيروح يضيف البطن فيه، وهيضيف البطن فين؟ في بانل معين. طيب احنا عايزين بعد كده نضيف ايمج ونضيف في نفس الوقت الديسكريبشن او التول تيب. يبقى انا ممكن اقول له مثلا يضيف ايمج هنا، اقول له مثلا اسم الريسورس اللي هو الايمج اللي هو يستخدمها. ممكن كمان يضيف سكريبت ديسكريبشن، بقول له سترنج اللي هو التول تيب بالنسبه لي ديسكريبشن. طيب ممكن اديله اوبشن ان هو ممكن الديسكريبشن ده ما يحطوش، ممكن يوزر مش عايز يعمل ديسكريبشن في كل البطن، بقول له ان الديفولت القيمه بتاعتها بتساوي نال، يبقى هو لو بنال مش هيضيف حاجه، لو انا هبعت له حاجه هيضيف، مش هبعت له مش هيضيف. يبقى انا كده عرفته ان هي مش شرط ان ياخد حاجه. طيب بعد كده انا عايز جوه الفانكشن دي اروح اعمل بقى الكلام اللي انا بعمل بكرره ده، اقول له الكلام ده خلاص هاخده كوبي، اقول له اعمل لي بوش بطن داتا خلاص، ان انا الفانكشن دي هتبقى جينيريك استخدم في اي حاجه، مش هسميها بإليمنت ولا بفور ولا الكلام ده، انا هعمل فانكشن ايا كان بقى هعمل البطن ده لايه، هتعمل البطن ده. يبقى انا اقول له بوش بطن داتا اللي هيكون مثلا اسمها بطن داتا بتساوي نيو بطن نوش بطن داتا، تاخد ايه؟ هنا خلاص اشيل الكلام ده احط البطن نيم. طيب هشيل الكلام ده احط البطن تكست، انا خلاص الكلام ده هيتبعت من فوق، غير الكلام ده فوق دلوقتي وابعته للفانكشن، تاخد البطن نيم بطن تكست تعمل بطن داتا. طيب بعد كده هضيف ايه؟ السيمبلي ديلوجيشن، كده كده ثابته زي ما هي لان انا كده حاططها اصلا حاجه ثابته لكل الكلاس. بعد كده المفروض ان انا اخد الكلاس نيم. طيب كده هو عمل البوش بطن داتا. طيب بعد كده البوش بطن اعمل لي بوش بطن وليكن بيساوي بوش بطن بتساوي ايه؟ بتساوي البانل، عايز اضيف البطن ده جوه البانل، بانل وهنا البانل ده هيستقبله من البانل اللي انا هبعتها للميثود بانل دوت اد ايتم، هضيف ايتم للبانل، هضيف بطن يعني بياخد حاجه من نوع ريبون ايتم داتا. طيب احنا عندنا ايه؟ عندنا الحاجه اللي انا بعتها بوش بطن داتا، بس في نفس الوقت البوش بطن داتا اصلا احنا قايلين ان هي بتنهرت تورث من الريبون ايتم داتا، يبقى انا ممكن ابعتها عادي. احنا عارفين طبعا في اول محاضره خالص خدنا في حاجه اسمها element وelement طيب الاليمنت طيب بينهرت من الاليمنت، يبقى انا ممكن ابعتها للاليمنت عادي، كنا بنعمل حاجه اسمها از الكيورد اللي كنا بنستخدمها. نفس الكلام هنا، طالما البوش بوتون داتا بتنهرت من ريبون ايتم داتا، يبقى هو لو طالب ريبون ايتم داتا مقصود بيها الريبون ايتم داتا او حاجه بتنهرت من ريبون ايتم داتا، ده المقصود بيها. يبقى انا ممكن ابعت البوش بوتون داتا اللي انا لسه عامله. طيب هبعت البوتون داتا اللي لسه عامله. طيب بعد كده وانا هنا عامل ليه زعلان؟ لان هنا هو طالب ريبون ايتم داتا وانت بعت له بوش بطن داتا، هو المفروض انه هيرجع حاجه اسمها ريبون ايتم. طيب انا عايز ارجع حاجه اسمها بوش بطن. طيب ما احنا قايلين في البرزنتيشن ان الريبون ان البوش بطن بينهرت من ريبون ايتم، يبقى انا ممكن هنا اعمل ايه؟ اعمل از واقول له بوش بطن، خدنا الكلام ده في اول محاضره. يبقى ممكن هنا از واقول له بوش بطن، هات ليه ما زعلش وفرح والدنيا بقت تمام وشال الايرور اللي كان حاطه. طيب ممكن هنا نعمل دوكيومنتيشن صغير، نقول له مثلا ايه كرييت مثلا المين انفورميشن اباوت بطن، هنا كرييت اند اد بطن تو ذا بانل مثلا. طيب بعد كده انا خلصت كده عملت البطن، عايز اضيف الايمج وعايز اجيب ديسكريبشن. طيب انا ديسكريبشن قلت ان هي هتبقى حاجه شرطيه، لو بعت حط ديسكريبشن، لو ما بعتش ما تحطش، خليها بنل عادي. فانا هقول له اف ان الديسكريبشن دي
لا تساوي نال. ماشي، في الحالة دي اعمل ايه؟ اعمل البوش بطن، البوش بطن بتاعي دوت تول تيب اللي هي ديسكريبشن اللي هتأبير او هتظهر لو انا وقفت على البطن. ضيف لي التول تيب دي وخليته التول تيب بتساوي ديسكريبشن. يبقى هنا لو ديسكريبشن مش بنال ضيف لي التول تيب دي خليها ديسكريبشن. طيب انا ممكن اليوزر يعمل حاجه ولا حركه ظريفه، ممكن يعمل ايه؟ ممكن يبعت ديسكريبشن فاضي. ممكن اجي هنا انادي على الفانكشن وابعت ديسكريبشن فاضي، فانا مش عايز ده يحصل. في ميثود في السترنج بتشك ان هي مش بنال وفي نفس الوقت مش فاضيه. انا ممكن اقول له اف ان سترنج از نال اور امتي، يعني لو بنال او امتي، وتشك على الديسكريبشن. وهنا اقول له ان هي لو مش بنال ولا بامتي، يبقى انا هنا هعمل نوت عشان يعكس الكلام ده. ممكن اعمل كده، ممكن اغيرها عادي زي ما كنا عاملين اف الديسكريبشن لا يساوي نال. حبيت بس اقول ان ده ممكن حاجه نعملها. طيب بعد كده انا كده بضيف اد ديسكريبشن اف يوزر سنت ات، لو اليوزر بعت ديسكريبشن ادها للبطن. طيب اخر حاجه عايز اضيف الايمج، وانا المفروض اقول له البوش بطن لارج ايمج. عندي حاجه، عندي تو ايمج، عندي حاجه اسمها ايمج ولارج ايمج وتول تيب ايمج. الايمج دي لو هضيف ايمج صغيره ولكن مثلا 16 في 16، اللارج ايمج لو هضيف ايمج كبيره ولكن 32 في 32. التول تيب ايمج دي لو انا وقفت على البطن قلنا هيظهر ديسكريبشن اللي هو التول تيب. طيب ممكن يظهر كمان صوره، بمعنى لو جينا مثلا وقفنا على جبنا ريفت كده، هنجيب مثلا حاجه شايفين الصوره ظهرت دي، ده اسمه تول تيب ايمج. انا وقفت على حاجه ظهر التول تيب وبعد ثانيتين ثلاثه ظهر التول تيب ايمج. انا عايز اضيف حاجه زي كده، انا مش عارف شرط اني اضيفها، بس انا حبيت اعرفكم ان في حاجه اسمها كده. انا ممكن ان انا اضيف حسب بقى حجم الابلكيشن بتاعي، هعمل كل حاجه ولا مش هعمل كل حاجه براحتي. اللي انا عايز استخدمه دلوقتي ايه؟ اللارج ايمج. المفروض ان انا اقول له بتساوي الايمج. طيب انا لسه ما عملتش الايمج دي. طيب انا المفروض لسه الايمج دي المفروض ان انا اعملها واحطها. طيب خلينا نعدي حته الايمج دلوقتي ونقولها كمان شويه. المفروض ان انا بعد كده ريتيرن ايه؟ ريتيرن البوش بوتن. طيب انا كده بريتيرن البوش بوتن. طيب نرجع تاني، هو في هنا ماشي، هو بيقول ان مفيش حاجه اسمها ايمج انت عملتها، ما انا عارف ان مفيش حاجه اسمها ايمج، انا لسه هعملها كمان شويه. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نروح ننادي على الكلام ده، نمسح بقى الكلام ده خالص مش عايزينه. عايزين نروح ننادي على الميثود دي ونبعت لها الحاجه اللي احنا عايزين نبعتها. فانا هقول له بوش بوتن وليكن element بوش بوتن بتساوي ايه؟ بتساوي هروح انادي على الفانكشن بقى اللي هي كرييت بطن، انا لسه عاملها دلوقتي. بتاخد ايه؟ بتاخد البطن نيم. طيب انا هبعت له البطن نيم، هقول له اسمه element بطن. بتاخد ايه تاني؟ التكست. انا هقول له في التكست مثلا get element info. طيب بعد كده class name، class name قلنا المفروض نحط اسمه بما ان الكوماند دي كده بالظبط كلها دوت، ونحط اسم الكلاس بالشكل ده. طيب بعد كده الريسورس. طيب خلينا نعدي الريسورس دلوقتي اللي هو الايمج، خلينا نعديها دلوقتي. فاضل البانل، البانل انا خلاص عملت البانل اللي اسمها، او البانل اللي انا عملتها اللي هي اسمها ايه؟ ممكن نضيف البانل دي نضيفها في بانل، فنقول له الريبون بانل المنت بانل بتساوي الكلام ده. يبقى انا ممكن اضيف الالمنت بانل دي وهبعتها في الميثود. بعد كده عندي ديسكريبشن. لو انا بقول ايه ده حاجه اختياري، لو انا ما بعتهاش هو هيخليها بنل تلقائي، فانا ممكن ابعتها. ممكن اقول له بقى ايه؟ ان لما تقف عليها يظهر لي تفسير كبير للفانكشن، وليكن مثلا جيت element information، او مثلا get full information about element مثلا. فانا كده بقول له بطوف عليها يظهر لي الكلام ده. طب بقى عندنا الريسورس.
يبقى انا عايز احط الريسورس. انا اشوف موضوع مرتبطه بالايمج اللي تحت، انا سايبها للاخر. عايزين نعدل حاجه في الكلام ده، عايزين اول نعمل نفس الكلام ده للفلور، عايزين نشيل الفلور الكلام ده، نعمل نفس الكلام ده للفلور. هقول الفلور باتون، هقول فلور في المول، ضفها هنا. بعد كده هشيل الكلام ده واحطها هنا. بعد كده ممكن اضيف، شيل بقى الكلام مش عايزينه خلاص. عايزين نعمل البانل بتاعت الفلور، يبقى انا هعمل البانل بتاعت الفلور بره، ضفنا سميها فلور بانل. يبقى انا عملت بانل للفلور وبانل للاند. طيب هضيف فلور بانل دي في الفانكشن اللي هتروح اللي بتبع تعمل الفلور، طبعا دي هنسميها وليكن فلور بوش بوتون. فاضل ان انا اعدل الديسكربشن، اخلي مثلا الديسكربشن بتاعتي وليكن مثلا ممكن اقول له مثلا هنا كرييت مثلا فلور باي سيلكتنج جولد. انا كده بوضح له الميثود دي او الكوماند ده بيعمل ايه، الامر ده بيعمل ايه، او البطن بتعمل ايه. طيب احنا عايزين نضيف بس شويه دوكيومنتيشن كده، نقول له كرييت ذا ايليمنت بطن. طيب بعد كده نفس الكلام هنضيفه هنا، كرييت ذا فلور بطن. طيب بعد كده انا المفروض ان انا كده خلاص، فاضل لي الجزء بتاع الايمج. وقلنا ان في قبل الجزء بتاع الايمج عايزين نعمل حاجه، ايه الحاجه اللي هنعملها؟ وانا عندنا مشكله ثانيه، ما اعرفش حد خبر ولا لا، قلتها من شويه، ان انا عندي اسماء الحاجات دي. لو انا مثلا كتبت حاجه غير، لو انا مثلا خليت بيم اريبيا كوماند مثلا، بيم اريبيا كوماند، لو انا جيت عملت ران وبيلد الابلكيشن هيضرب ايرور. لو انا جيت اشتغلتها قصدي على ريفت هيضرب ايرور. ليه؟ ان ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، وانت عندك اسمها كوماند وانت كتبها كوماند. فانا مش عايز يغلط، انا عايز اقلل نسبه خطا. طبعا يعني ما فيش حاجه بتبقى صح 100% كمان لله وحده، بس في الاخر انا عايز اقلل نسبه الخطا. هل في حاجه اقدر اعملها؟ انا عايز بس اقول اللي احنا عملناه ده كله شويه تحسينات، يعني ممكن ما حدش يعملها، بس انا بعمل كده بما ان احنا خلاص بنشرح الحاجه، فضل نشرحها على احسن حاجه ممكن تتعمل عشان اقلل نسبه الخطا. فانا ممكن اعمل الصوت كده واضح يا جماعه، عشان ظهر لي رساله دلوقتي ان الصوت مش واضح. الناس سمع الصوت تمام؟ ماشي نكمل. يبقى انا قبل ما نخش على الجزء بتاع الايمج، عايزين نشوف موضوع احنا عايزين نقلل نسبه الخطا اللي موجوده في السترنج دي. هو المشكله عندي ايه؟ المشكله ببساطه ان انا كل ما يبقى عندي الكلام مكتوب كده ممكن واحد يغلط في التسميه، خاصه بقى ان انا كمان يعني هنا وانا بتكلم على تو باتونز مش مشكله، لكن انا بتكلم على باتونز كتير جدا في الحاله دي لا، انا ممكن اغلط قوي. طيب يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ انا عندي اسم الكلاس ده اللي هو بيم اريبيا كوماند دوت كيد اليمنت انفو، انا ممكن اجيبه من حاجه اسمها ايه؟ عندي حاجه في السي شارب اسمها تايب اوف، بتجيب التايب بتاع الحاجه، فانا عايز اقول له هات لي التايب بتاع الكلاس اللي اسمه جيت اليمنت انفو. خلاص انا كده جبت اسم او التايب بتاع الكلاس. في حاجه اسمها دوت فول نيم، دوت فول نيم ده هو تلقائي هيروح، يعني اللي انا عملته ده كده بالظبط، كني بالظبط بالظبط كتبت كده، كني كتبت اسم الكلاس بالكامل اللي هو بيم اريبيا كوماند دوت كيت اليمنت انفو. طيب فانا لو شلت الكلام ده وعملت فول نيم، هو هيروح يعمل ايه؟ يروح يشوف الكلاس، هيلاقي الكلاس جوه نيم سبيس اسمه بيم اريبيا كوماند، هيحط دوت، بعدين يحط اسم الكلاس اللي هو جيت اليمنت انفو ده كده على بعضه جزء معنى معناه ده الفول نيم. كامل ده اللي انا عايزه، انا عايز احطه مكان الكلام ده. طيب نفس الكلام طبعا هنعمله فين؟ هنعمله هنا. طيب اوف، واقول له شوف حتى يعني بص الميزه في ايه بقى؟ لو انا قفلت دلوقتي لو قلت له كرييت، هو اصلا بيقرا معايا اصلا ان في حاجه اسمها كده، فانا عملت له مثلا كده وقلت له دوت فول نيم تمام مفيش مشكله. ايه الميزه بقى؟ لو انا جيت دلوقتي مثلا غلطت قلت له جيت اليمنت انف مثلا ماشي، هيضرب ايرور، هيقول لك مفيش حاجه اسمها كده. لو وقفت عليها كنترول دوت يقول لي هل انت عايز حاجه اسمها كنترول اليمنت، ولا انت عايز تخليها كنترول جيت اليمنت انفو اللي هي موجوده اصلا بالفعل، هو بيصلح لي. يبقى دي الميزه، ان انا بخلي فيجوال ستوديو ان هو يصلح معايا الاخطاء، لو في حاجه فيها غلط يصلحها لي.
يبقى انا كده خلصت الجزء بتاع الكلاس نيم. طيب عندي حاجه ثانيه اسمها ايه؟ عندي الريسورس. الريسورس ده اللي هو الايمج. طيب انا المفروض ان انا عايز اضيف الايمج اللي فيها شكل الباتوم بتاع الاليمنت انفو وشكل الباتوم بتاع الكليت فلو. فانا عملت بالفعل اصلا ريسورس. انا عملت هنا هنا شفنا الكلام ده، هتلاقي في ريسورس اصلا اضيفها. ده كده شكل فلور صغير او ان انت انديكيشن انك بترسم فلور في وول. وده شكل حاجه زي علامه الاي اللي هو الانفورميشن. طيب ممكن اجيب الصور دي منين؟ ممكن تكريتها او ممكن في موقع كتير جدا. على سبيل المثال خلينا ناخد مثال، مثلا موقع اسمه ايكونز 8. ممكن زي لو دخلت عليه اقول له مثلا انا مثلا عايز اجيب انفو، ادوس على كلمه انفو، ادوس سيرش. ممكن يختار اكتر من حاجه، ممكن ايكونز، ممكن ايمج، ممكن حسب الحاجه اللي عايزها. يعمل سيرش وبعد كده هيجيب لي شويه ايكونز اختار من اللي انا عايزه، وبعد كده اعمل لها احملها واختار السايز اللي انا عايزه 32 في 32 وهكذا. ممكن اختار مثلا اي واحده من دول، دوس داونلود، عايز اني سايز، عايز كاستم سايز، ممكن 32 في 32 وهكذا حسب الحاجه اللي انت عايزها. فده موقع كويس جدا ممكن تستخدمه. طيب احنا كده عرفنا الحاجه اللي ممكن اعمل بيها او اجيب بيها حاجات مجانيه استخدمها كسو. انا عايز اجيب الضيف الريسورس دي في حال انت لو ضفتها هنا بس كده، انت كده لسه ما ضفتهاش، انت كده حطيتها في الفولدر اللي في الابلكيشن بس هو ما ضفهاش هنا. لو تاخدوا بالكم الريسورس هنا فيها صور وهنا مفيش حاجه، فانا عشان اضيفها هعمل ايه؟ ادوس اد اكزيستنج ايتم، حاجه موجوده بالفعل، اقف عليها هيفتح لي على الفولدر ريسورس دي، هات الاثنين دول ضيفهم. طيب هو هتلاقي في حاجه اسمها فلور اتضافت وحاجه اسمها انفو اتضافت. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض الحين هحط المسار بتاعها. فانا المفروض مثلا لو انا مثلا احطها في السي وبعدين مثلا ايمج مثلا ايا كان وبعدين اسم المسار. طيب انا مش هعمل كده، مش هعمل كده ليه يا باشمهندس؟ اول حاجه ان المسار ده مش شرط نفسه يكون عند اليوزر. يعني ممكن اضيف مسار هنا مش موجود عند اليوزر، انا عندي سي ايمج كذا وممكن ما يكونش عنده نفس المسار ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طيب لو فرضنا ان انا هخلي اليوزر ينقل الملفات، يعني هقول لليوزر كده معلش يا يوزر انا مثلا عندي، انا كنا واخدينها بكده ان في النوتس اللي كنا قلناها المسار بتاع الريفت اللي بيضيف فيه الملفات. فانا ممكن اقول له والله يا يوزر خد حط الملفات دي او انقل الملفات دي في المسار ده، وبعد كده مثلا حط ريسورسز مثلا اللي هو اسم الفولدر، وبعد كده مثلا انفو دوت بي ان جي اللي هو اسم ايه الملف ده اللي هو انفو دوت بي ان جي. هنا تمام، هنا ممكن اليوزر انا هعمل بيلد الابلكيشن واخليه مثلا ياخد معاه الصور دي يعمل لها كوبي واليوزر يحطها به هناك يقرا الملفات. بس انا برضو مش هعمل كده ليه؟ اولا هي برضو في نسبه خطا هنا، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان هو كده انا بقول لليوزر بجبره ان هو ياخد الملفات دي يعمل لها كوبي عنده، فهزود مساحه، دي حاجه. ثاني حاجه مش احسن حاجه، يعني انا شايف ان انت تديله بس الحاجه اللي عايز تستخدمها، وانت مش شرط انك تديله اللوجو، انت فوق اللوجو ده يظهر لوحده. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هل في حل؟ اه في حل. انا كنت باجل هدي للاخر عشان اقولها مع بعضها. طيب هنعمل ايه؟ تعال نخش على الفانكشن اللي احنا كنا بنعمل فيها الايمج. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل حاجه اسمها embedded resource. embedded resource دي من اسم الريسورس هيكون مدفون داخل الملفات، اليوزر مش هيروح ياخده يعمل كوبي، هو هيكون موجود تلقائي بس مخفي. الناس اللي فيكم مثلا مدني او كده، في حاجه اسمها embedded beam او اللي هو الكاميرا المدفونه، ده مدفون داخل البلاطه بنفس سمك البلاطه، فمحدش بياخد باله ان في كاميرا، بس هو في الحقيقه في حديد كاميرا وفي حاجه بتشيل احمال اضافيه. فانا عشان اعمل كده هعمل ايه؟ هقف على الاثنين دول، الطبيعي بيبقى اسمهم ريسورس، انا مش هعملهم ريسورس، انا هقف عليهم الاثنين واخليهم embedded resource. مجرد ما عملت لهم embedded resource ابدا ممكن اقدر بعد كده بقى اعمل حاجه اسمها ايه؟ ان انا اروح اقول له حاجه اسمها bit map image. bit map image دي عشان استخدمها اقول له system.windows.media.imaging، تمام؟ اقول له اسمها ايه؟ بتساوي ايه؟ new bit map image. طيب هعمل صوره جديده، ممكن اقول له هنا get the image from embedded resource. يعني عايز الامبيدد ريسورس ده اللي هو واحده من دول تتحط هنا. طيب انا هعمل ايمج الاول اللي هستقبل فيها الامبيدد ريسورس. طيب عشان استقبل حاجه من الريسورس بستخدم حاجه اسمها ستريم. الستريم
ده من سيستم اي او، كله ستريم بتساوي انا عايز اجيب الريسورس ده. طيب مش انا الريسورس ده موجود في الاسمبلي اللي هو ملف اللي انا واقف عنده، وانا اصلا الاسمبلي ده انا جايبه اصلا من فوق اللي هو اسمبلي اكسكيوشن اسمبلي، انا جبته وحطيته في فاريبل اسمه اسمبلي. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اقول له الاستريم ده بيساوي اسمبلي اللي انا جبته دوت جيت مانيفست ريسورس ستريم، يعني هات لي ستريم من الريسورسات اللي موجوده اللي امبيد ريسورس عندي. انا عندي امبيد ريسورس فلور والانف، ممكن اجيب الاثنين. هياخد اسم ريسورس انا هكون بعتها له في الفانكشن فوق اللي هو السترينج ده اسم ريسورس، فياخد اسم الريسورس ده. فانا كده عملت الستريم اللي هيبدا يقرا منه ستريم ده، يا اما هيقرا يا اما هيكتب، يعني يا اما هيكتب في ملف حاجه يا اما هيقرا من ملف حاجه. فانا عايز يقرا من الملف بتاع الايمج ده ويحطه كامبيد ريسورس او يحطه كصوره للبطل. فانا هعمل ستريم، وبعد ما اعمل ستريم هعمل ايه؟ هقول له الايمج دوت بيجن انت، بيجن انت ده ابدا اقرا من حاجه. وفي الاخر هقول له ايمج، احنا عايزين اول نحط الكوما، في الاخر هقول له ايمج دوت. طالما بدات ايمج يبقى هعمل اند انت ما بينهم، كده هيبدا يقرا وكده هينهي القرايه ما بينهم، هيبدا بقى يقرا نفسه. هيعمل ايه؟ هتقول له الستريم سورس بتاع الايمج هو نفسه الستريم اللي انت قريته. يبقى انا تاني ايه اللي بيحصل هنا؟ انا بعمل صور، الصور دي لسه فاضيه، الصور دي هتتحط بعد كده كلارج ايمج داخل بوش بوتون او كصوره داخل بوش بوتون. طيب فانا قلنا مش عايزين نستخدم طريقه تقليديه، عايزين نستخدم طريقه انضف شويه ان احنا نعمل امبيد سورس. فعشان نعمل امبيد سورس حطيناهم هنا وسميناهم امبيد سورس. طيب بعد كده بيجيب المسار بتاعه من الاسمبلي المانيفست سورس ستريم، بيجيب المسار بتاعه بيحطه جوه ستريم. الستريم ده عشان هيقرا او هيكتب، احنا هنقرا. عشان ابدا اقرا الايمج بقول له بيجن انت، وبعد كده اند انت، جواها بحط الستريم بتاعها هو الستريم اللي انا قريته اللي هو المسار بتاعها. هنا الجزء ده ممكن يحصل فيه مشكله، فانا ممكن اعمل تراي، ممكن اعمل تراي وكاتش واضيف الكلام ده داخل تراي وكاتش. طيب هنا لو حصل مشكله اظهر لي ان في مشكله. طيب يبقى هنا اقول له ايه؟ اقول له تاسك ديالوج اظهر لي ان في مشكله دوت شو. خدنا الكلام طبعا في اول المحاضره، يظهر اليوزر ان في مشكله خاصه بالكرييت بتون في بدايه الليفت وهو يفتح، والحاجه اللي انا عايز اظهرها هي عباره عن ايه؟ عباره عن المسج اللي داخل الايرور دي. خدنا الكلام ده في اول محاضره. طيب لو ما حصلش مشكله خلاص اعمل لي الايمج ورجع لي البوش بتون. كده خلاص خلصنا الميثود دي. طيب نرجع بقى نحط الريسورس. يبقى انا عايز هنا اجيب هنا ايه؟ اجيب الريسورس. برضو عندي حاجه من اتنين، يا اما احط برضو الطريقه العاديه ان انا احط المسار بتاع الريسورس كامل، يا اما انا ممكن اعمل برضو حاجه اسمها ايه؟ انا مش عايز اغلط برضو. فانا بدل ما هقول له يعني المفروض انا اعمل ايه؟ هقول له بيم اريبيا انا عايز اعمله دوت، اقول له دوت ريسورسز دوت انفو دوت بي ان جي. ده المفروض انا اعمله كده، انا ببعت المسار بتاع الريسورس اللي هو الايمج للفانكشن. طيب انا برضه في نسبه غلط، ممكن اغلط في كلمه معينه. انا الريسورس الانفو دي انا ممكن ان انا اظبطها، وممكن ان اظبط البيم اريبيا كوماند. طيب الجزء اللي عندي اللي ثابت ايه؟ بيم اريبيا كوماند، لان ده كده كاسم الملف اللي انا شغال عليه. فانا برضه عندي حاجه اسمها ايه؟ عندي حاجه اسمها نيم اوف، اقدر اجيب منها البيم اريبيا، بيم اريبيا كوماند ان انا واقف عنده واستخدمه. طيب واشيل بقى الجزء ده خلاص مش عايزه. طالما استخدم حاجه داخل السترنج المفروض ان انا اعمل قبل السترنج، قبل النيم اوف المفروض ان انا اعمل العلامه دي، خدناها قبل كده برضو، وابدا اقول له ايه؟ اعمل لي الشكل ده كده. كده معناه ان هو هيعمل ايه؟ هياخد الاسم بتاع البيم اريبيا كوماند دوت ريسورس دوت الانفو دوت بين جي. في الحاله دي هو هياخد الملف اللي هو الانفو دوت بين جي اللي هنا ده. طيب نفس الكلام ده اخده كده كوبي واحطه كريسورس هنا، بس بدل الانفو دوت بين جي احط فلور دوت بين جي. طيب ممكن كمان على فكره الفانكشن اللي انا كنت عاملها دي كنت اعمل فانكشن او اضيف عليها ان هو يعمل بانل، وخلي الجزء ده برضو اشيله واشيله من هنا واضيفه جوه الفانكشن، بس مش شرط. احنا خدنا الفكره
واحنا عايزين نطبقها بعد كده نطبقها. انا قصدي ان انا كان ممكن ان انا اخلي ده دول كلهم مع بعض في حاجه واحده، يعني ينادي على الفانكشن يروح يعمل البانل ويضيف البطل ويعمل كل حاجه، بس خلينا برضو شغالين كده يعني ايه، ما تصعبش كل حاجه مش مشكله. طيب انا كده عملت ايه؟ عملت اون شوت داون مش عايزين نعمل فيها حاجه، عملت جبت الاسمبلي، جبت التاب نيم اللي اسمها بماليبيا باجن، عملت التاب، بعد كده عملت البانل بتاع الاليمنت، البانل بتاع الفلور، عملت البطن، البطن ده بيروح ينده على على الفانكشن اللي تحت دي، نفس الكلام بالنسبه للفلور بيروح ينده على الفانكشن دي، بيروح يعمل بوش بوتون داتا يحط فيها الحاجات الاساسيه، بعد كده بيضيفها في البانل، لو الديسكريبشن مش بنال بيحطها، بعد كده بيعمل الايمج بيقراها من الايميديت ريسورس والايميديت ستريم، بعد كده بيضيف الايمج بيرجع البوش بوتون كده. انا المفروض ان انا خلصت، فاضل بس حاجه صغيره برضو زي عشان ممكن يحصل ايرور ولا حاجه، فانا ممكن اضيف الكلام ده. طالما انا بعمل كرييشن جو ريفيت المفروض اعمل تراي وكاتش، اضيف الكلام ده جوه تراي وكاتش بحيث لو حصل ايرور ولا حاجه يعرفني. فانا هقول له برضو تاسك ديالوج دوت شو برضو يظهر لي مثلا اسم ايرور وظهر لي الاي دوت مسج. فانا هنا المفروض ان انا برضو اعمل هنا اكسبشن اي دوت مسج. طيب بعد كده لو حصل الكلام ده يبقى انا كده في مشكله، يبقى انت هترجع لي ريتيرن ريزلت دوت فيلد، يبقى انا كده في مشكله. غير كده رجع لي دوت سبسكريبت يبقى الموضوع ما حصلش فيه مشكله وكله تمام نجح. عايزين نبدا نشوف الكلام ده هيبقى شكله ازاي. طيب قبل ما نعمل كده فاضل اخر حاجه المفروض اعملها. لو نفتكر كان عندنا الكومنت، كان عندنا ملف اللي هو مانيفست الادن ده كان فيه الكومنتس بتاعتنا اللي هو الجيت اليمنت انفو والكرييت فلور فروم وولز. طيب انا لما هعمل بلوجن لازم اضيف الكلام ده برضو جوه الملف ده. هضيفه ازاي؟ انا عندي كان عندي هنا حاجه اسمها الادن طيب كوماند، هعمل نفس الكلام بس حاجه اسمها الادن طيب ابلكيشن. ان انا قبل كده كنت شغال على اي اكسترنال كوماند، دلوقتي شغال على اي اكسترنال ابلكيشن، فانا هعمل نفس الكلام بس من نوع ابلكيشن عشان برضو ما نضيعش وقت. كنت مجهز الملف ده، ناخد الكلام ده كده كوبي، هبدا اضيف الكلام ده عندي. طيب عندي النوع بتاعه ابلكيشن سميناه بيماريبيا بلجن، المسار بتاعه هو بيماريبيا كوماند دوت بيماريبيا بلجن اللي هو الملف اللي احنا شغالين عليه، بيروح على الدي ال فايل بتاعي برضو نفس الكلام وبيماريبيا ونفس الكلام اللي احنا خدناه قبل كده. فاضل ان احنا نعمل الجود اللي هو الاي دي او الجلوبال يونيك ايدنتيفاير، نروح على تولز كرييت جود نيو جود كوبي، خلاص عملنا الحاجات دي قبل كده. طيب كده المفروض ان انا خلصت الجزء بتاعي. طيب في الحاله دي ممكن اشيل كل الكلام ده خلاص مش محتاجه، ممكن اشيل كل الكلام ده. ليه ممكن اشيل كل الكلام ده؟ لان اصلا البلوجن او الابلكيشن اللي انا ضفته اللي هو ده هو اصلا بيحتوي على المعلومات الخاصه بالكوماند بتاع الاليمنت والخاصه بالكوماند بتاع الفلور، فانا مش محتاج ان انا احطهم، سواء احطهم ما احطهمش مش تفرق، فانا خلاص اشيلهم طالما كده مش محتاجهم يبقى اشيلهم. يبقى انا لو عندي الابلكيشن عباره عن 10 اوامر، البلوجن عباره عن 10 اوامر، هو محتاج بس ملف واحد من ده، مش هقعد اكتب لكل امر فايل. لو انا هعمل اكسترنال ابلكيشن مش مضطر ان اعمل الكلام ده، هعمل ملف واحد فقط. طيب بعد كده هعمل بيلد عشان اشوف الكلام ده شكله عامل ازاي، اعمل بيلد سوليوشن. بس ناخد بالنا عشان اعمل بيلد الحاجه طالما هيروح ينقل الملفات للريفت لازم ابقى قافل الريفت. انا لو جيت عملت مش هيرضى، انا هقفل الريفت، هعمل بعد كده خلينا نقفل الملفات دي، هعمل بعد كده بيلد تاني. طيب قال لي اروح افتح متوقعين المفروض ان انا اشوف تاب اسمه بيم اريبيا بلجن جواه بانل اسمها فلور وبانل اسمها اليمنت، وهنا بيقول لي في حاجه اسمها بيم اريبيا بلجن، اقول له تمام. المفروض جوه كل بانل في البطن، البطن بتاع كريت فلور والبطن بتاع جيت اليمنت انفو.
لما فتحنا هنلاقي في حاجه فعلا اسمها بيم اريبيا بلوجن، اللي هي هنا دي. هو عمل تاب اسمه بيم اريبيا بلوجن، جوه بيم اريبيا بلوجن عمل بانل اسمها اليمنت وبانل اسمها فلور. يبقى هو كده عمل التاب، عمل البانل اليمنت، عمل البانل فلور. جوه البانل فلور في باتون اسمه فلور فروم وولز، اللي هو التكست اللي احنا كاتبينه هنا، فلور فروم وولز اللي هو التكست ده. وعندي باتون اسمه جيت اليمنت انفو، اللي هو التكست اللي احنا كاتبينه هنا، جيت اليمنت انفو. طيب المفروض لما اقف على الباتون ده يظهر فولو، لما اقف على الباتون الثاني يظهر لي كرييت فلور باي سيلكتنج جول. طيب نشوف الكلام ده كده، لو وقفنا على الكلام ده تيجي بيقول لك جيت فول انفورميشن اباوت اليمنت، نفس الكلام اللي احنا كاتبينه. وقفنا على الباتون الثاني تيجي بيقول لك كرييت فلور باي سيلكتنج جول، نفس الكلام اللي احنا كاتبينه. لو انا كنت ضفت تول ايمج، تول تيب ايمج، كان برضو هيظهر لي صوره كده زي ما شفناها في بتاعه الوولز اللي موجوده في الريف. طيب خلينا نجرب الامر. لو دوسنا على جيت اليمنت انفو هنا شغال تمام. طيب لو جسنا على فلور فروم وولز يقول لك اختار النوع الفلور الاول، هقول له 300 سيلكت وول، اختار واحده من دول فينش، تلاقي فعلا عمل فلور والنوع بتاعها 300. يبقى انا كده خلاص ظبطنا الحاجه اللي احنا كنا عايزين نعملها، عملنا البلوجن، خلصنا شكله النهائي بتاعه، وعرف شويه تحسينات ممكن نعملها حتى مش ممكن في اي ابلكيشن بعد كده عشان نسهل على نفسنا طريقه عمل البلوجن. طيب نرجع للبرزنتيشن، خلاص احنا قربنا نخلص المحاضره. عايزين نشوف قبل ما ناخد الاسئله، لو في حد عنده اسئله عايزين نشوف، لو حد عايز يعني هنبدا من اول كده، لو حد لسه عايز يبدا في الموضوع ايه المسار اللي ممكن يمشي عليه؟ هو الحقيقه هو انا مش بحب كلمه مسار قوي، لان ممكن عادي ممكن واحد يمشي في اي مسار ويبقى كويس فيه، بس لو عايزين نحط ستاندرد كده صغير مع بعض ايه اللي ممكن الحاجه اللي نبدا بيها بحيث ان انا ابدا اشتغل صح. اول حاجه لازم ابقى عارف اساسيات في البرمجه، زي مثلا يعني ايه كلاس، يعني ايه مثلا ميثود، يعني ايه سترينج، يعني ايه انتجر، يعني ايه الكلام ده كله. فدي اي لغه، لو انت اي لغه تعلم لها فيزيكس بتاعتها او تعرف اساسيات بغض النظر عن اللغه اللي تعلمها لازم تعرف. طبعا الافضل تكون سي شارب عشان دي اللي هنستخدمها في ريفت بي. طيب بعد كده المفروض نبدا اوصل لمرحله الاو بي ليفل. في الغالب اي كورس بيتشرح بيكون متقسم يا اما 2 ليفلز يا اما 3 حسب التقسيمه بتاعتها. كده يبقى في الليفل الثاني بيبقى اسمه الاو بي ليفل. المقصود بالاو بي اختصار لكلمه اوبجكت اورينتد بروجرام. كلمه اوبجكت اورينتد بروجرام باختصار هو اللي احنا كنا بنعمله ده كله، اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا عندي كلاس، الكلاس ده هو ميثودز، كل ميثود من دي ممكن انادي عليها مثلا من يعني كلاس ثاني. يعني لو جينا مثلا فتحنا الفيو موديل ده هتلاقي برده كلاس وكلها ميثودز، والميثود دي بتروح تنادي على ميثود ثانيه، في علاقات ما بين الكلاسز وبعضها. الموضوع ما بقاش مجرد فايل وحاجات مترصصه ورا بعضها. قبل كده كان قبل الاوبجكت اورينتد كان حاجه اسمها ستراكشر بروجرامنج، اللي هي المراجع اللي هي ورا بعضها مش اوبجكت اورينتد بروجرامنج. في حاجه ثالثه اسمها فانكشنال بروجرامنج ممكن حد يستخدمها برضه ما فيش مشاكل، بس هنا بنتكلم على الاقل يكون عندك الاو بي ليفل. طيب تكون عارف ريفت على الاقل، حتى لو انت مش بروفيشنال فيه مش مشكله، بس تكون عارف بعض الاساسيات في الريفت. طيب بعد كده طبعا تعلم ريفت بي اي، وهنتكلم بعد شويه على المصادر اللي ممكن تعلم منها ريفت بي اي. لو انت ده كده الاساسيات اللي لازم تبقى عارفه. لو انت عايز تزود وتعمل حاجه بلوجنز كويسه، ديسكتوب ابلكيشن بحاجه بشكلها محترم، طبعا يفضل انك تتعلم دبليو اف او ويندوز فورم، والدبليو اف افضل. فالدبليو اف ده زي اللي احنا عملناه، اللي احنا بنختار منه الفلور تايب. طيب وممكن برضه تزود عليها، يعني لو انت عايز تزود تشتغل حاجه احسن كمان، تتعلم الام في ام باتل اللي هو قلنا عليه، اللي هو في حاجه اسمها فيو موديل وحاجه اسمها فيو وحاجه اسمها الموديل. طيب بعد كده خلاص يبقى انت خلاص قلنا الاساسيات اللي هو الكلام ده كله. لو عايز تزود ممكن تعلم دبليو اس وممكن تعلم ام في في ام. طيب لو انا دلوقتي خلاص انا عايز عرفت المسار ابدا عليه وعايز اشوف بقى الريسورسز اللي انا ممكن استخدمها، في شويه مصادر ممكن ابدا استخدمها. نبدا بالحاجات الاهم اللي انا شايف انك ممكن تبدا بيها، وبعد كده نشوف الحاجات الاضافيه. اول حاجه اوتوديسك ديفلوبرز جايد، ده الجايد اللي اوتوديسك عاملاه. في اذا هو من اسمه هو جايد بيمشي معاك واحده واحده كده ستيب باي ستيب عشان تعلم ريفت اي بي اي. ده من خلال اللينك ده، لو دوست عليه افتحناه كده. طبعا حسب نسخه الريفت هتلاقي مثلا هنا 2020، لو انت عايز 2019 هتلاقي 2019 برضو، ممكن تشيل دي وتحط 2019. 2021 نفس الكلام حسب نسخه الريفت اللي شغال عليها. ابدا معاك خطوه خطوه، انتروداكشن بعد كده بيزك بعد كده كذا وهكذا حسب ده. كده اول صفحه.
خلصت الكلام ده تخش على يعني انت خلصت الانترودكشن، هتلاقي الانترودكشن متقسمه لكذا حاجه، كل حاجه متقسمه لكذا حاجه، تخلص اليمنت اليمنت، بعد كده تخش على الاليمنت اللي بعده، تلاقي بيعرفك الفلترنج، بيعرفك الكوليكشن، بيعرفك السليكشن، الفيوز، الترانزاكشن، الكلام ده احنا مشيناه بسرعه، هو ممكن هيكون شارح بالتفصيل. ممكن بعد كده لو انت هتشتغل في حاجه فيها جيومتري وتعمل سكتشنج الحاجه والكلام ده كله. تلاقي هنا بعد كده برضو حاجات ادفانسد شويه توبكس ممكن لو انت عايز تعمق فيها احنا ما جبناش في الورك شوب بتاعتنا وهكذا. ده كده الديفلوبر جايد. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي الدوكيومنتيشن. طيب انا خلاص ماشي خطوه خطوه مع الديفلوبر جايد، وبعد كده عايز الدوكيومنتيشن. في الدوكيومنتيشن احنا نلاقي ريفيتيف اي دوكيمنت اللي هو فتحناه قبل كده مع بعض وشفنا. وانت عايز تعمل مثلا وليكن مثلا كرييت ريبون، نفس الميثود اللي كنا بنستخدمها النهارده كرييت ريبون مانل، عايز تشوف الميثود دي عباره عن ايه، تبدا تشوف تعمل اكسبلور تستكشف داخل الريفيتيف اي فايلز. بيقول لك هنا بيعمل ريبون مانل، بيقول لك الميثود دي لو بالسي شارب تبقى شكلها كذا، تاخد حاجه اسمها تاب وحاجه اسمها بانل، لو بالفيجوال بيزك تبقى شكلها كذا، لو فيجوال سي بلس بلس تبقى شكلها كذا. بارامترز بتاخد حاجه اسمها تاب، ده عباره عن كذا، لو فتحته هيفتح لك التاب. بتاخد حاجه اسمها سترنج، بيقول لك شويه معلومات ثانيه، بيقول لك الميثود دي في حاجات شبهها لو انت عايز تتعلمها، بيقول لك لو حصل ايرور هيحصل ايرور ليه والكلام ده كله. فتحت التاب بيقول لك ان التاب ده عباره عن يا اما في الاد ادنز تاب، يا اما انلايز تاب، يا اما لو انت هتضيف تاب من نفسك انت ممكن تحط النيم بتاعه. طيب ده كده اساسيات. بعد كده لو انت قابلك مشكله في حاجه اسمها الديفلوبرز فورم اللي هو المنتدى او الحاجه اللي انت بتسال فيها، لو في مشكله ممكن تبعت السؤال بتاعك هم هيجاوبوا عليك. لو فتحت الفورم دي طبعا لازم يكون عندك اكونت على الاوتوديسك، يكون عامل اكونت على الاوتوديسك عشان تبدا تشتغل على الفورم دي. لو انت عندك سؤال بتلاقي في ناس عامله اسئله، طبعا دور على سؤال، ممكن تعمل سيرش، ممكن تلاقي مشكله اصلا ليها حل من قبل كده، لو ما لقيتش ممكن تسال هم يجاوبوك. طيب بعد كده شويه بقى بلوجز كده او مواقع ممكن تستفيد بيها برضو في الريفيتيف اي. عندي حاجه اسمها بيد انكودر، واحد اسمه جيريمي تاميك. جيريمي تاميك ده من افضل الناس اللي موجوده على مستوى العالم في الريفيتيف اي، عامل بلوج يعتبر هو مرجع رئيسي يعني، حتى الاوتوديسك اصلا داخل الفورم بتاعتها عاملين حاطين اصلا بلوج دي كريفرنس، يعني هم شايفين الراجل ده ممكن يبقى ريفرنس اصلا انك تستمع منه او تشوف منه بعض المعلومات. لو فتحتها برضو نفتح ده اخر حاجه، وبعد كده هنمشي على بيت المواقع واحده واحده بسرعه من غير ما نفتحها. دي اهم الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها. هتلاقي هنا مقسم برضو ممكن بالكاتيجوري، لو عايز تشوف الكاتيجوري اللي انت عايز تفتح عليها بيقول لك حسب الملف اللي انت عايز تستخدمه، ممكن تعمل سيرش عن حاجه من انت عايز تستخدمها وتجيبها. طيب بعد كده بقى في شويه بلوجز ثانيه، ممكن الرفوس دي ابقى انزلها لكم على الجروب بعد المحاضره ان شاء الله. شويه برضو بلوجز بتتكلم عن بعض المشاكل في ريفيتيف اي. بالمناسبه الموضوع بتاع السورتنج الجوريزم كان في واحده منهم بيتكلم عن حاجه، انا مش فاكر اني واحده بالظبط، تقريبا برضو بيد كودر كان عامل حاجه شبهها وكان بيحل المشكله دي. فلو حد كان عمل سيرش كان هيلاقي برضو حل مشكله الكيرفز، برضو جزءها موجود في واحد من البلوجز دي. بعد كده شويه ملفات ثانيه خاصه بالبيم بشكل عام بالبرمجه، برضو دي يعني سواء ريفيتيف اي او داينامو او ايا كان البلاتفورم اللي هتشتغل عليه. طيب بعد كده لو انا خلاص عرفت هعمل ايه، عرفت المسار وعرفت الرصوص اللي ممكن استخدمها، وانا واقف عند خطوه كويسه بس محتاج ان انا عايز اطور من نفسي، ايه اللي ممكن اعمله؟ اول حاجه ممكن تعملها تشوف ايه المشاكل اللي بتقابلك، ايه الحاجات اللي بتتكرر اللي انت ممكن تعمل لها اوتوميشن او تعمل لها انت كوماند بنفسك. دي كده اول حاجه ممكن تعملها. طيب تاني حاجه همشي ستيب ورا ستيب مع الديفلوبرز جايد، اشوف الديفلوبرز جايد بتاع اوتوديسك، ابدا اشوف الحاجه اللي عندي دي ممكن تتحل بالديفلوبرز جايد ولا لا، او ابدا اشوف ايه الحاجات اللي الديفلوبرز جايد بيقدمها لي ممكن ان انا الاقي حاجات انا عايزها جواها. طيب بعد كده اكسبلور الاي باي دوكيومنتيشن، هي الملفات اللي احنا قلنا عليها بتاعت الاي باي او الموقع اللي قلنا عليه. طيب غير كده اشوف الريسورس اللي موجوده، هتلاقي فيها ناس بينزلوا حاجات بتاعتهم، ممكن تلاقي الكود بتاعهم كمان منزلينه، لو انت عايز تشوف الكود بتاعهم ممكن تلاقيه موجود. بعد كده طبعا انت لازم تكون اوير او على درايه باللي بيحصل دايما على جديد، يعني هتلاقي مثلا في ناس بتستخدم ريفيتيف اي، بتستخدم شويه الجوريزمز مستوره، ناس بيعملوا اوبتمايزيشن لحاجات، ناس بيتكلموا عن حاجات مثلا ممكن تستخدم ماشين ليرنينج مع الريفيتيف اي وهكذا. فالمفروض انت تكون عشان تطور من نفسك يعني تكون اوير بالحاجات اللي موجوده جيدة مع
طيب قبل ما ناخد الأسئلة، لو في حد عنده أسئلة، خدنا إيه النهاردة؟ خدنا حل مش مشاكل بتاعت الكيرفز كونتيجويتي او الاوردرنج ودايركشن ايشوز، وحليناها مع بعض. والكود ان شاء الله هنزله لكم بعد المحاضره، يعني على بكره بكتير انظم الملف بس تبعته. وعندي بعد كده خدنا ان انا ممكن احسن الفلور البلاجن او البلاجن بشكل عام من خلال دبليو بي اف والام في في ام. وخدنا الاكسترنال ابلكيشن وقلنا فرق بينه وبين الاكسترنال كوماند عشان نعمل البلاجن. وقلنا الاكستنشن ده افضل اتحكم فيه في اليوزر انترفيس واضيف البانل والتاب والبطنز والكاونتر. اتعرفنا على اليوزر انترفيس الريبون بتاع الريفت، وازاي نعمل البلوجن يبقى يوزر فريندلي بحيث ان الراجل لما يجي يستخدمه يبقى احسن صوره. وخدنا الامبيدد ريسورسز ان احنا عشان الملف بتاع اللوجوز والحاجات اللي استخدمناها مش عايز اليوزر ياخد الملفات دي معاه، ممكن سبب بقى ككوميرشال انت مش عايز اليوزر ياخد الصوره بتاعتك، او ممكن كسبب ان انت مش عايز تزود المساحه بتاعت الملفات اللي هتبعتها لليوزر وهكذا. عندي بعد كده خدنا الباص ممكن واحد يمشي عليه كريفت باي، وشويه ريسورسز ممكن يتعلم منها الريفت باي او يتابع فيها الدوكيومنتيشنز والكلام ده كله. طيب دي ريفرنس او ريفرنس مجموعه ريفرنس اللي انا استخدمتها في طوال الثلاث محاضرات. اكيد مش المعلومات دي انا اللي مألفها، اكيد في الناس هم اللي عندنا وانا استفدت منها مجرد انا اتعلمت منها بس. ففي الديفلوبر جايد بتاع الاوتزيسك طبعا ده مرجع لينا كلنا. الدوكيومنتيشن في حاجات انا كنت عايز احسنها كميثودز وكده، اروح اشوف مثلا هل الميثود بتاع الكريت ريبون بانل دي هل ليها اوفرلود، الاقي والله في كذا شكل الميثود ابدا اشوفه من خلال الدوكيومنتيشن. طبعا البيد الكودر بلوج برضو ده بتاع جيرمي تامك اللي قلنا عليه. في كورس صغير هو المفروض ان هو بريميوم مش فري في اللينكد ان، هو بيدي بيزكس بس عن الريفت بي اي، برضو ده ممكن لو حد عنده امكانيه ممكن يشوفه. بس هو لو حد تابع معانا ثلاث محاضرات في الغالب مش هيحتاج الكورس، هو يعتبر نفس اللي قلناه، او يعتبر هو كمان في حاجات بيزكس احنا مطورين عنه في حاجات كتير، بس لو حد يشوفه برضو مفيش مشكله. طيب بعد كده في ملف كده كنت استخدمته لما كنت بشرح موضوع الاي بي ايز وبدي امثله عليه، فبعض الحاجات اللي مصدر ناس استخدمتها لازم يعني اللي انا اذكرها. فدلوقتي انا خلصت الثلاث محاضرات، عايز ان انا استقبل اسئله لو في حد عنده اسئله، وبعد كده حابب ان انا اقول حاجه في الاخر. بس نشوف الاول لو في حد عنده اسئله ممكن بالمايك او من خلال الشات. معلش انا طولت عليكم، انا كنت في دماغي المحاضره تبقى صغيره بس طولنا في الجزء بتاع الكيرفس والجزء بتاع الباتنز، بس مش مشكله يعني، اهم حاجه ان المعلومه تكون وصلت. فلو في حد عنده اسئله ارحب بيها. طب ندي دقيقة كده لو في حد عنده سؤال. على من الناس لو حد عنده سؤال هتكلم كلمتين بسرعة على الناس ما تتكلم. فعلا سؤال الجروب يعني لو حد عنده اقتراح ممكن ايه الوركشوب اللي ممكن نعملها تاني، الناس ممكن حاجة حبها ممكن تكتب على الجروب او تبعت لي ايا كان، بحيث لو في امكانية ان احنا نعمل وركشوب تاني عن اي موضوع ممكن الناس حابة ان هي عايزة تشوفه ما عنديش مشكلة. دي حاجة. الحاجه الثانيه هنزل ان شاء الله الملفات الرصوص اللي قلنا عليها اللي هي شويه ملف اللينكس دي اللينكات دي على الكود اللي نزل برده الكود اللي احنا استخدمناه هنظبطه كده وننزله بحيث لو حد حابب يستخدمه عنده. بس قبل لو حد عنده سؤال، لو ما حدش عنده سؤال انا حابب ان انا اتكلم في حاجه صغيره. طيب لو ما حدش عنده سؤال انا هبدا اتكلم في حاجه صغيره قبل ما نقفل. لينك الجروب، طيب هو ما اعرفش مهندس عمر سليم معانا؟ لا لو مش معانا انا ممكن ابعت لك الجروب دلوقتي. ثانيه واحده. هو لينك الجروب كان فين؟ طيب احنا ممكن نفتح. ثانيه واحده اعمل بوست شير. ثانيه واحده وابعته. طيب ادي لينك الجروب انا بعته دلوقتي اهو.
ده لينك الجروب. لو حد عنده سؤال فيه بقى في اي وقت مفيش مشكله، ولو عندكم اقتراح لاي حاجه مفيش مشكله. طيب قبل ما نختم حابب بس اقول حاجه صغيره، يعني هو بعتبر ان انا لو انا ربنا اداني فرصه ان انا اتكلم مع حد حتى لو واحد او اتنين، فانا شايف ان انا مفروض في مسؤوليه ان انا عليا، فمش موضوع بس ان احنا بنشرح كحاجه تقنيه وكده. فانا حابب ان انا يعني في حاجه، انا يعني في منظمه اسمها مرسال، دي منظمه خيريه ممكن من خلالها ان انت تعمل تبرع من جنيه لحد اي زي ما انت عايز في اي مجال لو انت عايز تتبرع عليها. هي منظمه طبعا غير ربحيه، فاكيد ده مش اعلان، مجرد بس ان انا شايف ان في حاجه كويسه ايجابيه بحاول اسلط الضوء عليها. فانت ممكن تعمل تبرع لو انت في مصر، ممكن من خلال مندوب يجي لك البيت، تسجل بناتك ويجي لك البيت شخصيا. لو عندك حساب بنكي ممكن تعمل حساب بنكي. لو عندك فيزا انترنت ممكن ان انت تتبرع من اي مكان سواء مصر او من خارج مصر. لو انت خارج مصر هتدوس على اللينك ده، هتدوس عليه هيفتح لك لينك تتبرع من خارج. لو انت داخل مصر تكتب بياناتك، رقم التليفون، الكلام ده كله، ولكن مثلا هتبرع ب 10 جنيه هتدوس. بعد كده طبعا هو هنا مش هيقبل عشان انا مش كامل بيانات، بس انت بعد ما تدوس هيقول لك بعد كده، طب خلينا نكتب بس اي حاجه، هيقول لك ايه، عايز زكاه ولا صدقه؟ هتقول له مثلا صدقه. بعد كده هيقول لك صدقه جاريه ولا عام؟ هتقول له مثلا صدقه جاريه. بعد كده هيقول لك انت عايز بقى ايه الحاجه اللي انت عايز تروح لها، ايه المسار هتروح ليه بس. فانا حبيت ان انا اسلط الضوء على حاجه زي كده، ولو في فرص تانية في لقاءات تانية برضو لو في حاجة ممكن أسأل الدور عليها غير مرسال أكيد أسأل الدور عليها، يعني بحيث إن تبقى رسالة يعني ممكن بعد كده تبقى ميزان حسناتنا. الموضوع مش مجرد إن إحنا بنتعلم حاجة تقنية وكده بس، مش الموضوع مش على قد إن إحنا نتعلم كده، أكيد في حاجة تانية ممكن نعملها في حياتنا مفيدة يعني. طيب قبل ما أقفل أسألك الله بحمدك، في حد عنده سؤال؟ ده ساينس كونستراكشن يعني وصل مش مش واضح، فعشان ما اطولش على الناس اكتر من كده انا هقفل، وانت لو في حاجه ممكن تبعت لي على الخاص او تسال على الجروب انا تحت امرك يعني. طيب نسالك الله بحمدك، استغفرك وتوب اليك، لا نشهد الا انت، والعصر ان الانسان في خسر، الذين معهم الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
رابط الحضور يا جماعة موجود في الشات، يا ريت ما ننساش نملى الرابط.